بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الماتش. اليوم جديد من ايام الاسبوع، هو يوم الاثنين، وكالعاده لمده ساعه نتابع كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا جوه مصر او بره مصر. فاهلا بكم ومنورينا جدا كالعاده من بدايه حلقتنا. منتخبنا الوطني يدرك التعادل امام منافسه خارج الديار غينيا بيساو بهدف لكل فريق لنحافظ على صداره المجموعه وبنفس الفارق مع غينيا بيساو، انتظارا لما ستسفر عنه مواجهة سيراليون وبوركينا فاسو. ولكن الأكيد أننا بعد 4 جولات من تصفيات كأس العالم ما زلنا في الصدارة وما زلنا رافضين للخسارة بعدما سجل محمد صلاح هدفا أدرك به تعادلا. كنا قد تأخرنا في الشوط الأول أمام أصحاب الأرض غينيا بيساو. الصدارة لمنتخبنا الوطني وبعض التعليقات على أداء منتخبنا الوطني في حلقة هينورنا فيها الكابتن محمد جودة. فيلا بينا سريعا نبدأ الماتش. أهلا بحضراتكم مرة تانية في الماتش. النهاردة في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم منتخبنا الوطني، وبعد أيام قليلة من الفوز على بوركينا فاسو في القاهرة بهدفين لهدف، واجهنا غينيا بيساو. وكانت المفاجأة أننا بعد سيطرة واضحة بدون خطورة حقيقية من جانبنا استقبلنا هدفا أول في الدقيقة 40 من زمن المباراة، سجله اللاعب ماما بلدي اللي استغل خطأ دفاعيا على مستوى التمركز ما بين اللاعبين وعلى مستوى شوية عشوائية وشوية عشوائية في التشتيت، فالكرة خبطت فيهم في المدافع اللي قرر أنه يعمل انطلاقة في هجمة مرتدة بعد كرة كنا احنا اللي ضاغطين فيها، مع تأخر عودة بعض اللاعبين فبقى اللاعبين واقفين في أماكن مش أماكنهم، فما كانوش حافظين واجباتهم سواء محمد هاني أو رامي ربيعة، وبالأخص محمد هاني في اللقطة دي انفردوا، شتت رامي ربيعة تشتيتة خاطئة وصلت لماما بلدي سجل هدفا. الحقيقة إنه بعد الهدف ده إحنا طبعا جالنا إحباط، لأن دي الشوطة الوحيدة طول المباراة على مرمانا، وكانت الشوطة الوحيدة بالتبعية طوال الأربعين دقيقة دي. واللي زعلنا هو ان احنا كنا مسيطرين وما كانش فيه مؤشرات ان منتخب غينيا بيساو هينجح في انه يسجل هدفا في مرمانا، لان كان باين ان احنا كمان مسيطرين بلا خطوره، لكن كمان عارفين نقفل عليهم ان هم يعملوا هجمات مرتده علينا. وباين قوي 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 فارق الامكانيات لصالحنا، لكن باين قوي ان احنا بلا شراسه في الشوط الاولاني. الشوط الثاني اختلف الوضع، فخرج محمد هاني على ما يبدو انه قد يكون لم يفسر الأمر، هل بسبب الخطأ بتاع الجول اللي هو مشترك بينه وبين أكتر من لاعب أبرزهم رامي ربيعة، لكن محمد هاني كان هو المساك في اللقطة دي هو ومحمد حمدي. هتقول لي إزاي؟ هقول لك هو المشهد بتاع الجول الأولاني كان كده، رامي ربيعة هو الباك رايت، محمد هاني هو المساك الأولاني، محمد حمدي هو المساك التاني يعني، والظهير الأيسر في اللقطة دي هو مروان عطية وحمدي فتحي جاي من بعيد. طبعا ده مش ترتيب اللاعبين خالص. هتقولي امال فين محمد عبد المنعم؟ هقول لك كان في الهجمة دي زايد علشان كرة عرضية مستنيينها، كرة ثابتة لكن اتردت، كل واحد جري حاول انه يرحل في مكان يسد بيه الثغرات، لكن وقعت الغلطة في التشتيت واستقبلنا هدفا. خرج محمد هاني بين الشوطين ونزل إمام عاشور علشان يحصل تغيير جوه أرض الملعب ويؤدي بالتبعية إلى تغيير خططي في طريقة اللعب. فقد يكون السبب وراء استبدال محمد هاني أنه ما كانش موفق في اللقطة بتاعت الجول، أو قد يكون أنه يلا بينا بقى ندفع بلاعبين عندهم في مركز الباك رايت نزعة هجومية. وقد يكون على فكرة أن عرضيات محمد هاني كانت صخرة تحطمت عليها فرصنا في الشوط الاولاني من المباراه. يعني احنا عملنا كام جمله حلوه الشوط الاولاني، لكن اغلبها كانت بتنتهي عند ناحيه اليمين بعرضيه لمحمد هاني ما كانتش دقيقه، سواء بتشتيت من الدفاع او بعرضيه ما بتوصلش لمهاجمينا. عموما مين اللي بقى باك رايت بعد التغييره دي؟ احمد سيد زيزو، وبقى في نص الملعب امام عاشور بيلعب كرقم 10، وبقت 4-2-3-1 واضحه في اللقاء، بحيث ان محمد صلاح اللي كان بيلعب مهاجم تاني وبيسقط في العمق في الشوط الاولاني بقى هو الجناح الايمن عشان يعمل جبهه هو واحمد سيد زيزو، والناحيه التانيه تبقى جبهه محمد حمدي وتريزيجيه ناحيه الشمال، واتظبط الملعب وامام عاشور نشط الفريق بشكل واضح سواء هو او صلاح او زيزو
في الشوط الثاني تحديدا، وهنا بدأت أخيرا ملامح الخطورة تبان، سواء بتصويبة لإمام عاشور بعد تمريرة من محمد صلاح، سواء بعرضية من زيزو بيحاول فيها أحمد أمين أوفا البديل اللي نزل في أول نص أو تلت ساعة بديلا للمصاب مصطفى محمد، سلامات يا مصطفى، وسواء من صلاح نفسه اللي ترددت له كورة وشاطها مرة فوق العارضة، والتانية أخيرا كانت هي الهدف اللي انتظرناه. جملة حلوة قوي في الشوط الثاني ما بين إمام عاشور، مروان عطية اللي كان بيدعم الجانب الأيمن دفاعيا بيلعبها لمحمد صلاح غير المتسلل اللي بيستلمها ويفعل ما اعتاد أن يفعله محمد صلاح، يدخل ويتساقط أمامه اللاعبون زي ما بيتساقطون في الدوري الإنجليزي واحد ورا الثاني، كل واحد متوقع أن الشوطة جاية صلاح يكمل هو يقع تفتح مجال آخر للتصويب، يقع يكمل صلاح لحد ما صلاح بنفسه هو اللي بيقرر ليسجل هدفا رائعا بفينش ولا أروع في ظروف ولا أصعب. فده جمال الجول وده جمال الفينش اللي اتعمل من محمد صلاح في أقصى الزاوية اليمنى لحارس المرمى بلدي اللي استقبلت شباكه هدف تعادل لمنتخبنا الوطني. هي كان هدف مستحق جدا وكان تعادل مستحق جدا، فتح نفسنا، فضلت محاولاتنا مستمرة، خرج تريزيجيه، نزل غير الموفق إبراهيم عادل. وعلى ذكر غير الموفق، بس أنا بشوف إنه عايز يدي كل حاجة، عايز يثبت نفسه، دي ممكن تكون ثالث مباراة رسمية يلعبها أو رابع مباراة رسمية يلعبها مع المنتخب ضمن خمس ماتشات. لعب غينيا في تصفيات كأس العالم، ولعب اثيوبيا امم افريقيا، ولعب اثيوبيا في تصفيات امم افريقيا، ولعب كوريا في ماتش ودي، الثلاثه في عهد الكابتن ايهاب جلال، لعب الماتش اللي فات قدام بوركينا دقيقه واحده، والنهارده بمساحه وقت اطول في ماتش رسمي. فكان نازل واضح انه ايه، طب ما اقطم لجوه، طب ما اخد الترقيصه دي رغم ان في مساحات تمرير مفتوحه ليه. ده اللي ممكن يخلينا نتسرع في الحكم على ابراهيم، لكن ابراهيم عادل موهبه، مهم جدا انه يلعب كتيم، والكرة هتخليك وهتديك فرص ان تثبت نفسك. انت مش محتاج انك تثبت نفسك دلوقتي، انت محتاج تلعب كرة عادي جدا وتتعاون مع الفريق من اجل الفريق، وانت اللي هتعلى باسمك. طبعا هو بالنسبة له انا لاعب متخذ كابتن المنتخب الاولمبي، بنضم لدعم المنتخب، مفيش مرموش، عايز اثبت نفسي. رمضان صبحي الظروف بتقول لي يلا اثبت نفسك، لا، تثبت نفسك بخدمة فريقك وبانك تلعب الاسهل للفريق. عموما حتى لما نزل ابراهيم عادل فضلت المحاولات مستمره، نسبه استحواذ عاليه زادت عن 61% في نهايه المباراه، بس بقينا مستنيين يلا بقى، عايزين شراسه ترجع مره ثانيه، نسجل جول ثاني، ناخد النقاط الثلاثه، نوصل للنقطه 12 وتبقى ساعتها ملك. وصل لاربع جولات ب 12 نقطه، مفيش حد غيرك هيكون عملها في التصفيات، ولكن علشان دي كانت رغبة على ما يبدو عند الجهاز الفني كمان، نزل ناصر ماهر، وكان بينزل جنبه مصطفى فتحي، خلوا دي على جنب هنتكلم عنها كمان شوية. اللي نزل من الاتنين اللي كانوا واقفين على الخط هو ناصر ماهر، نزل مكان أحمد أمين أوفا في نهاية المباراة. أمين أو أحمد لعب ماتش طويل وكبير وكان فيه مجهود كبير قوي منه، ومحاولة التحام سواء جوه الـ18 ومحاولة أنه ينزل للعمق في حالة الحاجة إلى وجوده في مرحلة بناء الهجمات في الشوط الثاني تحديدا اللي كنا فيه الطرف الأفضل بوضوح. يعني ناصر ماهر بينما بان علينا أن احنا خلاص ارتضينا بنقطة التعادل، محمد عبد المنعم بيلعب تمريرة طولية حلوة قوي بتقطع الخطوط بتوصل لناصر ماهر اللي بيستلم استلامة بترقيصة، فجأة نلاقيه منفردا داخل الـ18، كرة تتكعبل لكن يصمم عشان يلف بجسمه حلو قوي، يلاقي محمد صلاح يلحقها قبل ما ياخدها الدفاع، يبصيها لصلاح اللي بقت قدامه فرصتين، إما أن يصوب، وانت عارف لو في 15 واحد قدام المرمى فلو صلاح قرر فاحتمالات ان هي تدخل كبيره، او انه يمرر وساعتها تبقى الاحتمالات اكبر، لان على يمينه احمد سيد زيزو اللي كان زايد للعمق ولكن للاسف لم يمرر. وفي العادي مش هتقول للاسف انه صوب، لكن صوب محمد صلاح وجت في جسم حارس المرمى لتحرمنا في الدقيقه 97 من اصل 7 دقائق محتسبه وقت بدل ضايع من هدف تقدم وفوز كان هيعيشنا ملوك في هذه المجموعه. ما زلنا ملوك المجموعه
متصدرين للمجموعة لكن بعشر نقاط، وبنبتعد عن أقرب ملاحقين حتى هذه اللحظة، منتخب غينيا بيساو نفسه بأربع نقاط. حلو قوي، حلو قوي. قبل ما ناخد مداخلة مع نجم كبير قوي من نجوم المنتخب الوطني والكرة المصرية بشكل عام، خدت بالك طبعا انه نزل تصريحات على لسان المركز الاعلامي لاتحاد الكرة المصري ان لا صحة نهائيا لرفض محمد صلاح ان يستبدل في الدقائق الاخيرة من زمن المباراة. طيب ما تيجي نستعرض الصورة واللقطة، لانه ده التصريح دون ان يتم التوضيح مثلا اصله كان مقصود كذا، او ان كنا هنعمل كذا فقررنا نعمل كذا، او الكابتن حسام حسن كان عايز يعمل كذا بس ما عملش كذا. مفيش، هو لا صحة نهائيا لما تردد عن رفض صلاح الاستبدال. ده في الدقيقة كام؟ 91، يعني في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. اتمنى بس يعني الصورة ممكن كان باين تحت ناصر ماهر ومصطفى فتحي، عايزين الصورة كاملة. محمد صلاح اللي باين لنا في الصورة طبعا دلوقتي، تحت بقى هنا خالص، تحت خالص عند منطقة عند خط النص يعني، موجود اتنين واقفين، ناصر ماهر ومصطفى فتحي اهو زي ما قدامنا على الشاشة. محمد صلاح عند خط النص السنتر يعني بيظبط جسمه، يعني بيهوي في درجة الحرارة العالية. في اتنين نازلين رسمي، في اتنين نازلين، مصطفى فتحي وناصر ماهر. يعني مثلا مش مصطفى نازل يسخن ناصر، مش نازل يوصله، اتنين نازلين، اتنين جاهزين للنزول في الدقيقة 91. تمام. اللقطة اللي بعدها هتلاقي انه محمد صلاح بيشاور كده، بيتساءل في حاجة ما بيتكلم فيها مع الكابتن حسام حسن. اللقطة اللي بعدها محمد صلاح لف خلاص، واللي نزل مين؟ ناصر ماهر مكان احمد امين اوف. فليتحول محمد صلاح مهاجما صريحا في الثلاث اربع خمس ست دقائق الاخيره. طيب هو انا بس اولا في حاجه في القصه، يعني الاكيد ان الاكيد في القصه دي كلها بما انه في نفي فاحنا هنعتمد ان النفي ده حاجه حقيقيه. الاكيد ان مصطفى فتحي كان نازل وما نزلش، بغض النظر بقى صلاح كان هيخرج وما خرجش، صلاح كان هيخرج والكابتن حسام حسن رجع في كلامه، صلاح اتسأل تحب تخرج قال لا، ايا كان الاكيد في القصه دي ان مصطفى فتحي كان نازل وما نزلش. طيب السؤال بقى اللي بعد كده، هو لو كان صلاح خرج كان مين اللي هيبقى مهاجم؟ انا بقى عايز افهم، يعني لو كان صلاح خرج واحمد امين اوفا خرجا في نفس التغيير كان مين اللي هيبقى مهاجم؟ ما اعتقدش ناصر ماهر، ما عملهاش في حياته. ما اعتقدش مصطفى فتحي، ما عملهاش في حياته. فهل كنا هنلعب مجموعة من اللاعبين المهاجم وهمي، يعني ناصر ماهر ومصطفى فتحي وابراهيم عادل وزيزو من ناحية اليمين ومحمد حمدي من ناحية الشمال؟ ما اعرفش. لكن فبالتالي ده سؤال بقى فني، لو كان مصطفى فتحي نزل مكان صلاح وما بقاش عندنا ولا صلاح ولا اوفا ولا مصطفى محمد المصاب في بداية المباراة، كان مين اللي هيبقى مهاجم؟ فده يخليني أقول قد يكون الكابتن حسام حسن حسبها بعد ما سخن مصطفى فتحي وقرر يرجع، لكن الأكيد إن كان مصطفى نازل، والأكيد إن في ديالوج حوار دار ما بين الكابتن حسام حسن والكابتن محمد صلاح، وعموما يعني فنيا كان ده الأوقع استمرار محمد صلاح فهنعرف. لكن أنا بقى عايز أقول حاجة بس، إنه احنا النهارده مباراه في المجمل كويسه، احنا النهارده مباراه في المجمل عرفنا نرجع من الخساره من التاخر وعرفنا كنا نهدد وكنا الاقرب لتحقيق الفوز. فمفيش حد عنده مشكله مع المنتخب الوطني، مفيش حد عنده مشكله مع المنتخب الوطني، ولو في ناس لاسباب واغراض عندها مشكله مع المنتخب فهي اكيد مش الاغلبيه. فلازم نتعامل مع الاغلبيه مش مع الاصوات اللي هي مش عايزه الفوز للمنتخب، مش عايزه النجاح للمنتخب، تشكك في المنتخب. نتعامل مع الاغلبيه اللي اكيد عايزه نجاح للمنتخب. على التليفون معانا نجم كبير جدا من نجوم الكره المصريه، احد لاعبي المفضلين، الكابتن طارق السعيد. كابتن طارق اهلا وسهلا، منورنا. يا كابتن هاني
تحياتي ليك، اخبارك ايه يا كابتن؟ تحياتي لكل مشاهدينك ومتابعينك. كل سنه وانت طيب وعيد سعيد عليك يا رب وعلى كل اسرتك. كل سنه وحضرتك طيب وكل مصر طيبه وبخير دايما. امين امين. السنه الجايه نبقى على عرفات باذن. امين يا رب، ربنا يتقبل منا جميعا. يا كابتن طارق، ايه رايك في مباراه النهارده والتعادل مع غينيا بيساو؟ والله انا مبسوط، يعني انا مش متضايق خالص من التعادل، بالعكس احنا ان احنا نرجع في المباراه ونرجع بالشكل الجيد اللي احنا اشتغلنا عليه في الشوط الثاني، المجمل مش وحش بالنسبه لنا. انت بتلعب في اجواء حاره، بتلعب مع المنافس الاقرب ليك في ملعبه، فاعتقد الامور ليست سيئه. كنا طبعا نتمنى الفوز، اخر كوره بتاعت محمد صلاح اللي انت لسه بتتكلم عليها دي كانت هتفرق معانا كتير جدا، لكن في المجمل احنا الحمد لله اول مجموعتنا، بعيد عن اقرب واحد لينا بمسافه، لسه هنشوف بوركينا هيخلص المباراه بتاعته على ايه، لكن في النهايه احنا الافضل حاليا، احنا لسه عندنا وقت كبير جدا لشهر 3 ان شاء الله. مظبوط. اعتقد نلم اوراق ونحط اوراق ونقطع اوراق، وهتلاقي لعيبه موجوده ولا قدر الله لعيبه اتصابت، هتلاقي حاجات كتير لسه هتتغير. ايوه. فانا اعتقد المجمل النهارده الحمد لله ربنا اكرمنا، الشوط الثاني هايلين. لو كنا ايه اللي اختلف في الشوط الثاني عن الشوط الاولاني كابتن طارق؟ اولا طريقه اللعب، في خصوصا بعد نزول امام عاشور فرقت كتير جدا معانا، ان امام يلعب في نص الملعب بيدينا شكل هجومي جيد. مركز جديد النهارده شفناه، ولزيزو ناحيه اليمين. أيوة. هجوميا فقط لا غير، لكن جيد جدا، يعني حسينا بخطوره زيزو اللي احنا عارفينها دايما اكتر في المركز ده، لما لعب هو وصلاح على هذه الجبهه كانت الخطوره كلها من عند الجبهه اليمين. فاعتقد التغييرات مع وجود رغبه اللعيبه مع الضغط على الفريق من قدام، كل الامور دي فرقت كتير جدا معانا. الفريق يعني غينيا هم اصلا مش مصدقين ان هم جابوا فينا جول. مظبوط صح. حتى الهدف اللي جابوه وهدف عشوائي، المساك طالع وكمل واتخبطت، رامي ربيع المفروض يشيل الكوره بشكل افضل، تيجي في رجل الراجل وبعد كده يجيبها جول. ففي النهايه هم مش مصدقين نفسهم، حتى جمهورهم جمهور طيب، يعني مش من الجمهور الافارقه اللي هم بيشجعوا وبيبقى يعني 90 دقيقه بيشجعوا، لا مفيش خالص، بالعكس. أيوه. ناس مسالمه، يعني هم عارفين قيمه مصر وعارفين ان مصر اسم كبير جدا في الكره الافريقيه، وعارفين ان هو اول مجموعه، والحمد لله تكتيكيا الشوط الثاني احنا الافضل. ايوه. سيطره لينا اكتر، لعبنا على المرمى اكتر من هدفين ثلاثه، كره امام عاشور، كره زيزو، كره محمد صلاح الاخيره، وهدف صلاح طبعا جميل جدا اللي جابه بشكل فردي، وهي دي الحلول الفرديه اللي احنا اتكلمنا عليها. فاعتقد الامور جيده بالنسبه لنا، نبارك لمنتخبنا. تعادل طبعا مش مباركه، لكن نبارك لمنتخبنا ان احنا على قمه المجموعه وان شاء الله نفضل كده باذن الله. تمام. طيب عايز اسالك على كام لعيب كده، تقييمك لادائهم في الدقائق اللي لعبوها؟ احمد امين اوفا اول مباراه ياخد فيها العدد ده من الدقائق، يعني تاني مباراه رسميه بعد الدقيقتين اللي لعبهم الماتش اللي فات، ايه تقييمك للي قدمه بعد نزوله بديلا لمصطفى محمد؟ ما فيش شك الفروقات باينه كتير جدا، لكن هو لسه لاعب في بدايه حياته. تمام. لسه لاعب دولي بيبدا، بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، دي تاني مباراه دوليه او اول مباراه تعتبر رسميه بالنسبه له. مظبوط. فاعتقد ان الدنيا بالنسبه له هو ما جاتلوش فرص على المرمى برضه، عشان الراجل برضه ما نظلموش، يعني ما فيش حاجه جات له على المرمى، ما ضيعش انفراد، لكن هو كان بيحاول يكون تارجت او محطه كراس حربه، هد الفريق او جري بشكل كويس. صح. لكن تقييمه في المجمل ما اقدرش اقيمه. أيوه. التقييم الايجابي، لان ما فيش حاجه جات له على المرمى، لان هو في الاخر هو راس حربه، راس الحربه دوت لازم انت اللي تصنع له الفرص، هو مش هينفع يصنع لنفسه فرص. تمام. لكن مفهوم. في النهايه بدايه نتمنى له يا رب التوفيق ان شاء الله. يعني ان شاء الله. طيب بالنسبه لافضل لاعب في المباراه من وجهه نظرك؟ انا من وجهه نظري طبعا محمد صلاح كقيمه، ومحمد صلاح كرجل صاحب المواقف الصعبه. محمد صلاح ليه تقل كبير في الملعب، الناس خايفين منه، اللعيبه بيلعبوا واحد واثنين وثلاثه بيلعبوا عليه. انت حتى بص لما صلاح بيعمل فاول مع حد، الناس مش زعلانه، ده مبسوطين ان هم بيسلموا عليك. صح. الحاجات دي قيمه كبيره بعد الماتش ما شاء الله، يعني الفرقه كلها اتلمت عليه عشان تاخد التيشيرت بتاعه ما شاء الله. احنا معانا نجم عالمي، معانا نجم كبير يقارن بكريستيانو وميسي.
فاحنا يا جماعه لازم نستغل محمد صلاح دوت بطولته الكبيره، فكل ديت مؤشرات ايجابيه جدا لي. فانا وجهه نظري هو الافضل، هو افضل لاعب النهارده في المباراه، مؤثر. الراجل راح على المرمى، الراجل الفرصه اللي اتيحت ليه، هو ثلاث فرص اللي اتيحوا ليه، واحده فوق العارضه، أيوة. والاخيره خالص اللي هو ما قدرش ان الحارس صدها. لو اتبسط لزيزو دي هي ما بس انت ما بيبقاش عندك غير انك اطمع يا صلاح، انت صلاح. هي مشكلتها، ان هي جت على لمستين، عارف، لو لمسه واحده كانت جت على صح. لكن في النهايه طبعا انا شايف محمد صلاح هو الافضل في هذه الكره. كابتن طارق نورتني وشرفتني كالعاده، ببسط دايما بسماع صوتك. ومنتخبنا الوطني يتعادل 1-1 مع منتخب غينيا بيساو هناك في غينيا بيساو، نحن منتخب لا يخسر حتى الان في التصفيات. الناحيه الثانيه بوركينا فاسو، واحنا بنكلمكم على ملعبهم او على ارضهم يعني، متقدمين على منتخب سيراليون بنتيجه 2-1. اذا انتهت المباراه بالشكل ده فبوركينا فاسو من جديد تصعد للمركز الثاني بفارق 3 نقاط عننا المتصدرين لهذه المجموعه، الاولى حتى الان، اللي محمد صلاح ادرك فيها تعادلا مهما لمنتخبنا، وصل به للهدف رقم 16 في تصفيات كاس العالم عبر تاريخ الكره المصريه، وبالتالي هو الهداف بدايه من تصفيات مونديال 14 مرورا بمونديال 18 والان في تصفيات طبعا مونديال 22 كمان، وتصفيات مونديال 2026 اللي احنا متصدرين لنبقى الاول ونتاهل كمتصدر هذه المجموعه. هنتكلم عن التشكيل شويه، لكن بعد ما نروح لراي حضراتكم في الشارع لما الزميل محمد شريف التقى بيكم. شريف تحياتي ليك، اتفضل احكي لنا. تحياتي ليك زميل عزيز هاني حتحوت، وتحياتي لكل مشاهدي برنامج صدى البلد في كل مكان ومشاهدي برنامج الماتش. سعدنا طبعا يكون معنا مجموعه من الجماهير طبعا المصريه هنا في محافظه البحيره طبعا بعد انتهاء مباراه منتخب مصر مع غينيا بسبب التعادل الايجابي 1-1. يعني شايف المباراه كانت ازاي وشايف التعادل ده بالنسبه للمنتخب المصري؟ الحمد لله كابتن على التعادل، واهم حاجه ان احنا ما نخسرش. احنا قلنا خطوه جديده مع كابتن حسام حسن والحمد لله ما خسرناش، وكنا عايزين الفوز بس الحمد لله ما خسرناه. ودي يعني شايف ان المنتخب في خطوه جديده مع الكابتن حسام حسن هيبقى حلو ان شاء الله، وان شاء الله نصعد لكاس العالم بسهوله. يعني انا شايف المجموعه سهله، يعني ما فيش فرق منافسه جامده، يعني هي بوركينا فاسو وخلصنا عليها يعني من الاول. يعني رايك في المباراه النهارده؟ تعالوا قدام الكاميرا. الحمد لله النهارده نقطه برضو احسن من ما فيش. النهارده عوامل الجو برضو النهارده في الملعب كانت مش مساعده اللعيبه قوي، اللعيبه النهارده ما كانتش في احسن حال. كنت شايف الكابتن حسام المفروض كان ينزل النهارده زيزو، كان باين عليه الارهاق جامد في الجنب اليمين، لو كان بدا مثلا لعب مثلا عمر كمال او حاجه كان هيبقى احسن، بس الحمد لله ان شاء الله اللي جاي افضل يعني، ونقول الحمد لله نقطه احسن من ما فيش يعني. شايف محمد صلاح النهارده يعني اداؤه النهارده انقذ منتخب مصر بهدف التعادل ده توقيته؟ محمد صلاح عمل اللي مطلوب منه واللي احنا مستنيينه منه. انا شايف ان المنتخب المصري تصفيات كاس العالم ده اسهل تصفيات كاس العالم له. بدأنا أقوياء يبقى لازم نكمل بنفس المستوى. هي مباراة الفرص الضائعة، مباراة الفرصة الواحدة لمحمد صلاح، ومباراة الأخطاء الفردية. يعني حتى الهدف اللي جينا منتخب غينيا احنا كنا نقدر ضيعنا نقطتين كان سهل ناخدهم، كنا نستحق الفوز، ولكن نتعلم من اخطائنا ونبدأ زي ما كملنا. ده اسهل تصفيات كاس عالم، وده اللي بيعمل المنتخب المصري، ولازم نتعلم من ده ان سواء افريقيا او تصفيات كاس عالم احنا بنبدأ اقوياء ومش عارف ايه اللي بيحصل بعد كده. هل اللعيبه بتكون بقى ايه اللي بيحصل عندها مش فاهم، بس لازم نكمل بنفس المستوى اللي بدأنا بيه. طبعا ده احسن من ما فيش. الحمد لله. جميل يعني هتحوت، يعني ما زلنا مستمرين طبعا اراء الجماهير المصريه في بعد انتهاء مباراه منتخب مصر. يعني قول لي رايك ايه في المباراه وشايف تغييرات الكابتن حسام حسن؟ يعني شفنا الشوط الثاني اداء مختلف يعني. تمام، هو اجمالا الشوط الاولاني للنسيان طبعا منتخب مصر ما كانش موجود خالص الشوط الاولاني، الشوط الثاني الحمد لله مستوى بقى اتحسن شويه، تغييرات جت متاخره شويه وكان المفروض بدري عن كده، بس الحمد لله يعني وفقنا والنقطه احسن ما فيش، وان شاء الله تقدم باذن الله في الماتش الجاي، ودي يعتبر اسهل تصفيات عندنا وخبر حضرتك، وان شاء الله ربنا يكرم باذن الله ونصعد كاس العالم باذن الله ان شاء الله. شايف تغييرات الكابتن حسام حسن؟ يعني كنا نزول احمد اوفا وخروجه ونزول ناصر ماهر، فرق كان التغيير ده فرق هو نشط طبعا خط الوسط، طبعا نشط الهجوم طبعا طبعا، واخد بالك حضرتك يعني كان في الشوط الاول زي ما قلت حضرتك هو كان في نوم في ناحيه الدفاع والهجوم على خط الوسط، ولكن التغيير دي نشطت لحد ما للمنتخب المصري، وان شاء الله التوفيق باذن الله المره الجايه باذن الله ان شاء الله نصعد كاس العالم باذن الله ان شاء الله. قول لي رايك في المباراه النهارده كانت يعني نقطه شايفها نقطه مهمه لمنتخب مصر النهارده التعادل مع غينيا بيساو؟ الحمد لله، واحنا ضيعنا المكسب يعني ده اسهل حاجه ممكن تتقال ان احنا ضيعنا نقطتين من ايدينا.
دايما طريق التصفيات بالنسبه لمنتخب مصر على مدار السنين ما بيبقاش سهل، مع اننا بنتحط في مجموعات سهله بس الطريق احنا اللي بنصعبه على نفسينا. فالحمد لله ان احنا خدنا نقطه النهارده وان شاء الله هنكمل. يعني الماتشات الجايه سهله، جيبوتي اثيوبيا ماتشات في المتناول، لو كسبناها ان شاء الله هنتاهل كاول سهل. يعني شايف منتخب مصر قطع شوط النهارده يعني صعود لكاس العالم، يعني شايف النهارده تعادل النقطه دي؟ اكيد طبعا، يعني انت بتجمع 10 نقط في 4 ماتشات فدي حاجه كويسه، ما فيش غير منتخب تونس اللي عملها لحد دلوقتي جمع 10 نقط، منتخب السنغال بيعاني، منتخب مالي بيعاني، منتخب نيجيريا برضو لسه متعادئ لسه مغلوق، فدي نقطه كويسه للمنتخب المصري وان شاء الله ربنا يكملها على خير. قول لي بقى، شفتك مبسوط بهدف محمد صلاح، حابب تقول ايه قدام الكاميرا؟ بص للكاميرا كده. طبعا الحمد لله على التعادل النهارده خارج الارض، وان شاء الله نصعد لكاس العالم، وانا شايف ان دي طبعا تصفيات سهله جدا، وان شاء الله يعني كاس العالم مصر يصعد فيها، وان شاء الله يعني مصر تبقى حاجه حلوه في كاس العالم. زميلي هاني عتحوت، زي ما انت شايف كده اراء الجماهير المصريه هنا من محافظه البحيره، طبعا يعني كل الجماهير يمكن يعني رغم عدم حاله الرضا عن اداء منتخب مصر، لكن الناس كلها بتقول يعني نقطه مفيده لمنتخب مصر في مشوار الصعود لكاس العالم. يمكن دي كانت اراء الجماهير المصريه هنا من محافظه البحيره. عوده للاستوديو من جديد والزميل العزيز هاني عتحوت. شكرا محمد شريف، وشكرا لجمهورك واصدقائنا الاعزاء اللي كانوا موجودين معاك. انا بس بختلف مع جمله انه التصفيات مفيش اسهل منها. هي طبعا بالنظر لنظام التأهل فعدد المتأهلين أكتر، وبالتالي تبدو كده قدامك إن هي أسهل، وعدد المتأهلين بعد ما كانوا 5 بقوا 9 بل قد يزيد كمان، لكن في النهاية هو بيتصدر المجموعة 1، والواحد ده بس هو اللي بيتأهل، وبالتالي أنت عندك مشوار من 10 ماتشات مهم إنك تحارب من أوله لآخره عشان تاخد النقاط، وبالتالي هي لا مش سهلة. هو عدد المتأهلين بقى أكتر، لكن في الآخر المتأهل 1 بس عن كل مجموعة، فهي مش سهلة. هو المنافسين اللي معانا في المجموعة إحنا أتقل منهم، بس إحنا ياما لعبنا منتخبات إحنا أتقل منهم وما رحناش كاس عالم. إحنا في حياتنا ما رحناش غير 3 كاس عالم. فأنا واخد بالي قوي إن الجملة دي معصبة الكابتن حسام حسن، وبيني وبينكم أنا لو مكانه هتعصب. يعني أنا لو مكانه وأول ما أمسك المنتخب ألاقي كل الناس أو عدد كبير من الناس طلعت تقول لنا إيه؟ يا عم إحنا كده كده رحنا كأس العالم، والتحدي عندك إنك تلعب حلو في كأس العالم، هحس إن أنتوا ليه بتحبطوني؟ ليه بتحسسوني إن حتى لو عملت حاجة حلوة هيتقال لي أنت ما عملتش حاجة حلوة؟ فأنا فاهم اللي الكابتن حسام حسن بيفكر فيه. ولكن على الجانب الآخر لازم الكابتن حسام حسن ما يركزش مع الأصوات دي أصلاً. لأنه التأهل لكأس العالم في حد ذاته أمر كبير، حتى لو في ناس كتيرة تعودت، احنا ما تعودناش يا سيدي. احنا 3 مرات في تاريخ الكرة المصرية بس رحنا كاس عالم، وما بين الواحدة والتانية 10 سنين، يعني بيعدي بتاع 7 8 9 10 اجيال عشان نروح كاس عالم تاني. فاحنا علشان احنا بس مفتريين شوية، فلما نروح 18 نحس ان التأهل ل 26 ما احنا حضرنا 2 كاس عالم، وفي بقى اللي حاضر بتاع 90 كمان فبيحس انه يعني ما انا حضرت 3 انا هفتري. لا طبعا، احنا عايزين كل نسخة نروح كاس عالم. فبالتالي التأهل لكاس العالم بالنظام ده برضو مش سهل. تعالوا نبص للمنتخبات العملاقة اللي وضعها دلوقتي احسن مننا، واللي تعودت كل نسخة تروح كاس عالم. هتلاقي ان نيجيريا وصيف كاس الامم الافريقيه من 3 اشهر مركز 5 في مجموعه من 6 فرق مع 3 نقط من 4 ماتشات، اتعادلت 3 واتغلبت النهارده منين؟ من بنين، وبنين هي المتصدره، والتالت رواندا، والتاني ليسوتو. فاهم المجموعه فيها نيجيريا عامل ايه؟ طيب السنغال ترتيبهم دلوقتي متصدرين، لكن في السودان والكونغو الديمقراطية وراها جدا، لازقين فيها يعني ما بيهزروش. والسودان هتلعب امتى؟ بكرة مع جنوب السودان، وإذا فازت السودان تصدرت السودان. فالجزائر النهاردة بعد التعادل على ملعبهم الماتش اللي فات، ولا الخسارة عفوا من غينيا على ملعبهم، النهاردة بشق الأنفس كسبوا منتخب أوغندا بعد التأخر قدام أوغندا بهدف سجله مين؟ ابن الزملكاويه اللي بيقولوا عليه صغير ترافيس موتيابا، قطع كره حلوه قوي من نص الملعب من الدفاع، وراح قرر ياخد انطلاقه يقطع بيها خط الوسط ويشوط صاروخ
مش قوي قوي قد ما هو موجه قوي، فحارس المرمى معرفش يلحقها، جت في القائم ومنها للشباك. رجع منتخب الجزائر بعدها بهدف تعادل في بداية الشوط الثاني، هجوم كاسح ثم هدف من هجمة مرتدة بغداد بنجاح القطار البشري ما شاء الله عليه، انطلق وقعد يقع من حوالي المدافعين لحد ما لعبها بالعرض وسجل الهدف الثاني لمنتخب الجزائر. هفتكر مين اللي جابه وأقول لكم. لكن الجزائر كسبوا برضو بصعوبة، متصدرين المجموعة بتسعة نقاط، لكن في مجموعة برضو فيها شد وجذب. فاحنا التأهل يعني مش سهل، احنا مجموعتنا ظروفها حلوة واحنا وضعنا جيد، لكن نهدى. معهم غينيا ومعهم موزمبيق، وراهم سبع نقط على فكرة الجزائر، فرق اتنين نقط بس. عموما تعالوا نستعرض تشكيلة منتخبنا الوطني النهاردة، كيف بدأنا وكيف ختمنا مباراة غينيا بيساو النهاردة. حسام عوار اللي سجل الجول الاولاني للجزائر النهارده، التعادل وسعيد بن رحمه. اعتقد يوسف عطال عمل قطعه ممتازه ورقص الاول والثاني وبعديها شاط فرح اتعادلوا عوار، بعديها سعيد بن رحمه سجل من اسيست رائع من بغداد بنجاح. عموما منتخبنا لعب النهارده بطريقه 4-4-2، محمد الشناوي للمباراه الثانيه على التوالي. اذا كده خلاص رسميا عاد محمد الشناوي، مش بيعود، عاد محمد الشناوي. حمد الله على السلامه. شنو قلب الدفاع رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم في قلبي الدفاع. رامي ربيعه عمل شوط اول ايجابي باستثناء طبعا اللقطه اللي هي المؤثره قوي، لقطه الهدف. محمد عبد المنعم ما كانش موجود فيها، كانت فيها تمركز خاطئ من اللاعبين. محمد هاني بدا يمينا، عرضيات محتاجه دقه اكتر واعتقد ان هيشتغل عليها كمان. العريس محمد هاني مليون مبروك يا هاني، ربنا يسعدكم باذن الله. محمد حمدي ناحيه اليسار عاد من الايقاف فشارك اساسيا حتى نهايه المباراه بدور هجومي في الشوط الاولاني، دفاعي اكتر في الشوط الثاني. في نص الملعب 2-6 بيلعبوا حمدي فتحي ومروان عطيه، ما بيزيدوش كتير. زيزو ناحيه اليمين، تريزيجيه ناحيه الشمال، محمد صلاح تحت مصطفى محمد. وكان بيحصل تغيير كده ان مصطفى محمد صلاح بيتحول ل10 وزيزو بيتنقل كوينج وقت ما بنستحوذ على الكره. مصطفى محمد تعرض لثلاث اصابات في اول ربع ساعه. اصابه اولانيه بالكوع وقام كمل، وقع شويه وكانت واضح ان هي دوخته، بعدها بشويه ضغط حلو قوي على حارس المرمى. وبيني وبينكم يعني منتخب برضو غينيا بيساو مش منتخب تقيل، يعني احنا اتقل منه كتير، فكان كل ما بتقرر تضغط عليه ضغط جماعي يطلع لك الكره في يديها لك على طول، يعني اللي هو ما بيقاوحش معانا. فالمره الثانيه ضغط حلو قوي على حارس المرمى وكان هيقطعها، بس الحارس كبس وكره مع بعض كده فوجعت له وش رجله وطبعا سمعت في ركبته اللقطه دي تحديدا. بعدها بشويه سقوط ثالث فاستبدل مصطفى محمد، حط التلج على ركبته ونزل مكانه احمد امين اوفا. وبحسب طبيب المنتخب الدكتور محمد ابو العلا فالاصابه عباره عن يعني كدمه في اوتار الركبه، صح بالظبط ده اللي قاله يعني، وقال ان اول كدمه في اربطه الركبه. واول ما يرجع القاهره ان شاء الله بكره منتخب هيوصل الساعه 8 صباحا، هيعمل اشعه بعد العوده للقاهره. سلامات يا مصطفى، لانه يعني انا عارف ما في قلب مصطفى او عقله دلوقتي، لاعب محتمل ان يشارك في الاولمبياد كمان شهر، محتمل ان يتلقى نانت العروض من اجله. فانا متاكد ان في وقت الاصابه الواحد بيبقى قلقان من حاجه زي دي، لكن انا بعت لمصطفى محمد ومباشره قال لي زي الفل الحمد لله، فان شاء الله تبقى زي الفل فعلا، والاشعه بكره تطمنا كمان يا مصطفى مهاجمنا الدولي الكبير. طيب ده بالنسبه لمصطفى. نزل اوفا مجهود كبير قوي، ضغط شراسه، خد انذار للاسف، وكان عندنا عامل مشترك في الانذارين بتوعنا النهارده. الانذار الاول عمر كمال عبد الواحد من على الدكه بسبب انه اعترض على انه اللاعب اللي ادى الكوع لمصطفى ما خدش انذار فهو خد انذار. والانذار الثاني كان برضه مصطفى محمد عامل مشترك فيه بان بديله احمد امين اوفا هو اللي خد البطاقه الصفراء الثانيه لمنتخبنا الوطني، بينما منتخب غينيا بيساو حصل على ثلاث بطاقات صفراء. طيب نزل اوفا اول تغيير، امام عاشور، دايما امام عاشور بيحدث الفارق، عشان كده تبقى مستني من امام طول الوقت تركيز وفعاليه واجتهاد وانضباط والتزام، لانه الموهبه اللي زي دي ما شاء الله عليك، يعني ربنا يحميك ويساعدك في انك تحمي نفسك يا امام.
ابراهيم عادل نزل مكان تريزيجيه، وخرج اوفا ونزل ناصر ماهر، واداء فعال جدا في اول او في اخر 4 دقائق لعبهم من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. خلص التوقف الدولي بتاع شهر يونيو، واحنا متصدرين وبعيدين بثلاث نقاط عن اقرب ملاحقينا، وهنبدا التوقف اللي جاي اللي هو بتاع مارس بقى في كاس العالم، يعني تصفيات كاس العالم، هنلعب مع اثيوبيا هناك، وهنلعب مع سيراليون على ملعبنا. طيب ما تيجوا نشوف التوقفات الدوليه اللي جايه، اصل المنتخب مش هيتقابل بس في مارس، يعني من يونيو لمارس، لا انت عندك في 9 و10 و11. تعالوا نشوف مواعيد التوقفات الدوليه المقبله، يلا بينا. عندنا من 2 ل 10 سبتمبر، ده توقف دولي، اقرب توقف دولي قادم. عندنا من 7 ل 15 اكتوبر التوقف التالي. عندنا من 11 ل 19 نوفمبر التوقف اللي بعده. طيب ده اللي هو قبل مارس اللي هنلعب فيه ماتشين اثيوبيا وسيراليون، اللي هو من 17 ل 25 مارس. طب هتقول لي هو ايه اللي هيحصل في سبتمبر واكتوبر ونوفمبر؟ هقول لك لسه ما تحددش، لسه ما تحددش. ليه لسه ما تحددش؟ لانه اساسا الارتباطات الرسميه نفسها ما تحددتش. فلو امم افريقيا، انا متاكد ان في توقف من دول او 2 على الاقل، ويمكن 3، يمكن الثلاثه كلهم يبقوا فيهم تصفيات امم افريقيا بتاعه 2025 اللي المغرب مصممه ان تلعب في الصيف، والكاف بيدور لها على وقت، فإما الشتاء اللي جاي ده على طول، أو الشتاء اللي بعده بسبب كأس العالم للأندية بتاعة 2025. وبالتالي أنت مش متحدد لك هيحصل إيه في التوقفات، لكن الأكيد إن في توقفات، فإما أن تكون تصفيات أمم أفريقيا، وإما أن تكون توقفات دولية ودية عادي، وأشك إن يكون الثلاث توقفات غير مستغلين بشكل رسمي. لكن على ذكر كأس العالم للأندية، فالنهارده ريال مدريد تحسها كده مقصودة؟ ممكن والله، ده ريال مدريد يعني رمى قنبلة في كاس العالم، رماها بقى من خلال أنشيلوتي، أو أنشيلوتي قرر يرميها وريال مدريد صلح، أو ريال مدريد قال له ارمي القنبلة وإحنا نرد عليك، أيا كان بقى، لكن أكيد من ورا اللي حصل النهاردة ده في أهداف، وأكيد ما بعد اللي حصل النهاردة ده هيكون في نتائج. إيه اللي حصل؟ نبدأ بالقصة الأول. أنشيلوتي، خرجت علينا الصحف الإيطالية النهاردة، تحديدا صحيفة إيطالية حيث موطنه الرئيسي الأصلي، اسمها الصحيفة بتاعت الجورنال، اسمها الجورنال. بيقول ايه بقى؟ اللاعبون والأندية لن يشاركوا في كأس العالم للأندية بشكله الجديد. ماتش ريال مدريد الواحد يساوي 20 مليون يورو، وانت يا فيفا عايز تدينا ال 20 مليون يورو في البطوله كلها؟ واعتقد يعني انه زينا وانديه تانية هترفض المشاركه. حلو قوي، تصريح من 4 اسطر قلب الدنيا. اصل لو ريال مدريد قرر انه ما يلعبش كاس العالم للانديه، فمعناها ان كاس العالم للانديه ده اتضرب في مقتل من بدايته كده. ثانيا، قبل ما اقول البيان بتاع ريال مدريد، لو ريال مدريد اعترض من خلال أنشيلوتي، أو أنشيلوتي من نفسه اعترض على الفلوس، هي برضو مش منطقية أن أنشيلوتي لما يجي يتكلم عن الفلوس. يعني أنت كنت ممكن تصدق أنشيلوتي أنه ده نابع منه، لو كان هو اتكلم في ضغط بدني على اللاعبين، في صعوبة إعداد للموسم الجديد، في مشكلة أن أنا إزاي هلاعب أتلانتا في السوبر ولسه مخلص كاس عالم للأندية، يعني هلحم موسمين في بعض، خش ده على ده على ده على اللي بعده، تفهمها اكتر. لكن ان هو يقولها فهي حاجه من الاثنين، اما انه سمع المسؤولين في ريال مدريد متضايقين من الفلوس، متضايقين من يعني ايه 20 مليون يورو اللي ناخدها دي، او انه اتقال له بطريقه ما، يعني وانت بتتكلم بقول النقطه دي. لكن ريال مدريد رد على انشيلوتي فقالوا في بيانهم ما يلي:
يعلن نادي ريال مدريد أنه لم يتم في أي وقت من الأوقات التشكيك في مشاركته في كأس العالم للأندية الجديدة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا موسم 24-25. لذلك سيتنافس نادينا كما هو مخطط له في هذه المسابقة الرسمية التي نواجهها بكل فخر وبأقصى قدر من الحماس لنجعل الملايين من جماهيرنا حول العالم يحلمون مرة أخرى بلقب جديد. يعني بيان مليان حماسة. أنشيلوتي راح موضح عبر صفحاته ما قاله في تصريحات الجورنال، وقال في حواري مع صحيفة الجورنال: كلماتي حول كأس العالم للأندية لم تفهم بالشكل الذي قصدته. لا يوجد في نيتي رفض فرصة لعب بطولة أعتبرها ستكون عظيمة للمواصلة في القتال للفوز بالألقاب الكبيرة مع ريال مدريد. طيب كده يبقى أنت واصل لك إيه من الثلاث حاجات دي؟ بس إن ريال مدريد عادي هيلعب، وإن في غلطة حصلت في النص فريال مدريد لمها ولمها أنشيلوتي وكمان. لكن لأ، بيرمي بيلمح. ريال مدريد بحسب ماركا، ماركا راحت عملت شغلها بقى وتواصلت مع المسؤولين، ففي خطوة تبدو مقصودة، في خطوة رابعة ضمن حملة ريال مدريد. ماركا الإسبانية راحت قايلة إيه؟ قالت إن ريال مدريد عنده مشكلة في توزيع عوائد البث، يعني من الآخر عنده مشكلة في الفلوس، يعني من الآخر اللي اتكلم عليه أنشيلوتي في بداية اليوم وتعالج في محطتين، ماركا جت في الآخر قالت لك إن ريال مدريد عنده مشكلة في الفلوس بتاعة البطولة. وبالتالي ليه كل ده؟ لأن الموقف الرسمي اللي واضح لك دلوقتي إيه؟ إن ريال مدريد بيقول لك إحنا عمرنا في وقت من الأوقات ما قلنا مش هنلعب كأس العالم دي، يعني قالك هنلعبها، لكن في نفس الوقت القنبلة اترمت والفيفا تحذر تحذيرا واضحا. شوف لي بقى موضوع الفلوس ده إيه نظامه، وشوف لي بقى هيكلة البطولة دي عاملة إزاي عشان أفهم، لأن كل يوم بيعدي أنا ببدأ أزمزق وبتبدأ البطولة دي بالنسبة لي تبقى حاجة مش مريحة بالنسبة لي. فمن النهاردة توقع التحركات هتبقى سريعة جدا في توضيح كل شيء: مواعيد البطولة، عوائد البطولة للأندية، البطل هياخد كام، الوصيف هياخد كام، اللي بيتقدم من دور المجموعات هياخد كام، اللي من دور ال 16 هيروح ياخد كام في دور الثمانية، وهكذا. وهتلاقي كل حاجة بقت واضحة تماما. ريال مدريد يهمه علاقته بالفيفا، بيريز يهمه علاقته بجياني انفانتينو، لكن في نفس الوقت كمؤسسة ما تجيش ناحيتي، أنا ريال مدريد فأنا بحبك وبقدرك وهلعب البطولة، اوعى تفتكرني مش هلعبها، بس أنا ريال مدريد. ده بكل اختصار يعني اللي حصل النهاردة في هذه القصة. احنا مستفيدين ايه من القصة دي؟ طبعا مستفيدين يعني ان هنفهم كده الاهلي عائد المشاركة عامل ازاي، وهنفهم مواعيد البطولة اللي الاهلي بيمثلنا في مصر وبيمثل افريقيا ضمن اربعة فرق ايه ظروفهم، وهيوضح لنا بالتبعية امم افريقيا هتتلعب امتى، في الصيف في نفس التوقيت، في الصيف بعدها، في الصيف قبلها، ولا في الشتاء اللي بعدها، ولا النظام ده هيبان. سيراليون كأنها بتقول لك ما تقلقش، ما فيش حد هيلحقك قبل نهاية توقف يونيو. قررت أن تسجل هدفا ثانيا في مرمى بوركينا فاسو عشان قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق كوقت أصلي. النتيجة دلوقتي بوركينا 2 سيراليون 2، إحنا ما زلنا في الصدارة بعشر نقاط، ورانا حتى الآن غينيا بيساو 6، وهيبقى بوركينا لو خلصت المباراة دي عندهم كام؟ 5. يعني من الآخر يعني الدنيا بتقولك ابتسم، فأنت قابض على الصدارة بشكل واضح. بعد الفاصل في الماتش مكملين معاكم عدد أخبار مهم جدا بعيدا عن الكرة العالمية ومنتخبنا الوطني، لكن قبل الفاصل تعالوا نشوف هذا اللقاء ما بين الزميل أسامة عيد مع الأستاذ أحمد حسن. بتشبه على الاسم ده؟ نعم، هو شقيق حسام حسن وإبراهيم حسن الذي أبدى رأيه في مباراة النهاردة. بعد الفاصل نلتقي، خليكم معنا. مشاهدينا مشاهدي برنامج الماتش في كل مكان، بعد تعادل منتخبنا الوطني امام غينيا بيساو ومسقط راس الكابتن حسام حسن في حلوان، اكيد لقاءات مهمه جدا، ومعانا لقاء هام جدا مع الاستاذ احمد حسن الشقيق الاكبر للتوأم كابتن حسام وابراهيم حسن. استاذ احمد، اولا برحب بيك، اول ظهور تلفزيوني ليك النهارده التوأم في ثاني مباراه رسميه
وثلاثة بونت في المباراة الأولى وخارج الأرض النهاردة بونت، بتشوف الأداء ده؟ لا لا ما حدش يقدر يحكم عليه أصلا، لأن لسه ما كملش 10 أيام مع الفرقة، الناس تصبر عليه شوية، والناس اللي بتقعد تقطع فيهم دي يعني يخفوا عليه شوية. شوف إن الكابتن حسام في مرحلة مهمة جدا، إن هو مصر على أعتاب الصعود لكأس العالم، مدرب تاريخي زي كابتن الجوهري، قدوة الكابتن حسام، قاد مصر في كأس العالم، قد يتكرر السيناريو مع كابتن حسام حسن. إن شاء الله يتكرر إن شاء الله، بس الناس تصبر وبطل كلام كتير. جمهور مصر مطالب بإيه؟ تقول للجماهير المصرية اللي هم أحبوا الكابتن حسام كلاعب، بتقول لهم إيه؟ جمهور أصلا مصر يعني كله فاهم، بس الناس اللي هي بتتكلم كتير أصلا في البرامج، مش عايز أقول زي مين ومين ومين، هم اللي بيوصلوا للناس كلام مش كويس. هل هو حسام بقاله مثلا شهور مع الفرقة أو بقاله سنة مع الفرقة عشان يقدر يحكم عليه؟ طبعا لا، بس جمهور مصر كله على جميع يعني إسماعيلي أهلي مصري أي ناس في مصر أصلا بيحبوا حسام إبراهيم، لأنه عارفين شغلهم كويس، مخلصين لشغلهم. شوف الدعم في الشارع او الناس في الشارع بتكلمك عن دعمهم للكابتن حسام مختلف عن الدعم الاعلامي، يعني كابتن حسام وكابتن ابراهيم محتاجين دعم اعلامي؟ دعم من الناس ده موجود، لكن دعم من النقاد والرياضيين اللي اصلا يعني هو اصلا حسام وابراهيم تقريبا كده مش على مزاجهم ومش على كيفهم، فعشان كده مفيش دعم ليهم. طيب انت تقولي للكابتن حسام وابراهيم اخواتك انت شقيقك الاكبر، زي ما كنت اكيد بتنصحهم زمان، تقول لهم ايه في هذه المرحله الصعبه؟ ربنا يوفقهم، مش اكتر من كده. انا كنت بصلي دلوقتي وبقول ربنا يوفقهم وبدعي لهم وبدعي الناس كلها، ربنا يوفقهم ويبعد عنهم الناس اللي بتتكلم كتير. بس الحلم اللي كابتن حسام كان زمان وكابتن ابراهيم وهم قاعدين معاك يقول لك نفسنا بنحلم بكذا على مستوى التدريب ومستوى كره، مش يعني تدريب من المنتخب طبعا، يعني ده حلمهم. وبعدين هم ما بيبصوش ولا ماديات ولا، ومعروف عنهم اصلا من زمان ايام ما كان بيضربوا في النادي الاهلي او في الزمالك او منتخب مصر، معروف عنهم انهم بيحبوا الكره قد ايه وبيحبوا يسعدوا الناس قد ايه، واخد بالك؟ ربنا يوفقهم في الاول في الاخر، ربنا يوفقهم ويبعد عنهم الناس اللي هم الكلام الكتير اللي ملوش لازمه. ده كان لقاءنا مع الاستاذ احمد حسن الشقيق الاكبر للكابتن حسام وابراهيم حسن توأم الكره المصريه. اكيد تغطيتنا لبرنامج الماتش ما زالت مستمره وهتستمر حتى صعود مصر للمونديال 2026. اهلا وسهلا بيكم مره تانية. الكابتن حسام الكابتن ابراهيم حسن اتكلم من شويه على قصه لقطه مصطفى فتحي وناصر ماهر وصلاح وشرح، والحقيقه انه الشرح مهم جدا في الحالات اللي زي دي، يعني النفي فقط ما بيحلش مشاكل، النفي المصحوب بشرح للحاله هو اللي بيقفل القصص والمواضيع. فالكابتن حسام ابراهيم حسن متضايق، يعني بيقول انه الفتايين يا ريت يهدوا. تمام، نعتبر ان في فتايين من وسطنا، وانا لا اختلف، يعني في ناس بتحب تقول كلام بدون ادله وبدون معلومه، تمام، لكن في الحاله دي حاله قدامنا فيها قصه، فبالتالي سؤال الناس امر منطقي، وبالتالي عدم شرح القصه طبيعي جدا ان يفتح الباب للفتايين او كما تصفهم بان يفتوا. كل واحد يبدي بقى يدي تفسيراته وتحليلاته اللي ممكن تبقى صحيحة وممكن تبقى مش صحيحة. فالتحليل وشرح القصة لا يقلل من المنتخب، لا يقلل من الجهاز الفني، بل فقط يضع النقاط فوق الحروف وتغلق القصة ونركز في اللي بعدها. تعالوا نشوف ماذا قال الكابتن إبراهيم حسن في تصريحاته بعد المباراة حينما سئل عن قصة محمد صلاح والمنتخب الوطني. قال ما يلي، قصة الاستبدال يعني. قال: أستغرب مما نسمعه كل يوم، أي شخص يقول أي حاجة عشان يعمل ترند.
حسام حسن كان ناوي يلعب بناصر ماهر ومصطفى فتحي، وكان بيتبقى توقف واحد لإجراء التبديلات. راجعنا الفكرة وقررنا عدم سحب صلاح الذي لم يكن يعرف عن ذلك شيئا، ولم نوجه له الحديث من الأساس. صلاح يثق في المدير الفني الذي هو صاحب الرأي الأول والأخير، وقررنا الإبقاء على صلاح في الملعب لزيادة الضغط على دفاع غينيا بيساو. طبيعي كان في قصة، يعني كان في 2 لعيبة هينزلوا، واحد بس اللي نزل، أديها اتشرحت. كان في تفكير إن صلاح يخرج بعديها قبل ما التغيير يحصل. كابتن حسام حسن قرر إنه لأ، طب ما نسيب صلاح، وجوده في الملعب مهم. وفعلا يعني وجوده في الملعب كان هيجيب لنا جول الفوز بعدها، لأنه نزل كمهاجم، وهو ياما لعب كمهاجم سواء مع المنتخب أو مع ليفربول. فانفرد بالمرمى بعد ما فتح مساحة تمرير لناصر ماهر وكاد يسجل، لكن اتصدت. بس كده اتشرحت القصة. على فكرة أنا ما بشوفش إن اللي اتكلموا في القصة دي أو حتى حللوها فتيين، لكن كانت المشكلة الأساسية في إن النفي نزل من غير ما يتشرح. أدي اتشرح، خلصت القصة. طيب عموما خلينا ننتقل إلى ملفات سريعة جدا قبل ما نطلع لفاصل، عشان معنا الكابتن محمد جودة كمان شوية. في النادي الأهلي، رقم 1، كولر أبلغ لجنة التخطيط وإدارة الأهلي بضرورة ضم مهاجم وظهير أيسر في أقرب وقت ممكن. قال إنه الجميع ما عدا معلول وموديست بيملكون عروض تحتاج لرد. هيبقى في يعني كلهم تحت التقييم. موديست ماشي خلاص، معلول كده كده في فترة طويلة للمشاركة يعني، وبالتالي الأجانب كلهم تحت التقييم، دي قلناها لكم من فترة طويلة جدا. قال إنه حتى الآن متمسك باستمرار بيرسي تاو أو بديل مميز ليه لو أتيح الأمر، أو إن يستمر عقود الأجانب وفق رؤية النادي والعروض اللي بيتلقوها، وإن هو هيقدم تقريرا شاملا بنهاية الأسبوع اللي جاي بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك في جلسته اللي جاية مع لجنة التخطيط للكرة. وقال إنه بيرشح كوناتي كمهاجم اللي هو البوركينابي اللي لعب قدامنا آخر 4 دقايق، وإنه يضم ظهير أيسر في أسرع وقت ممكن في ظل إصابة طبعا علي معلول. طيب هتكلم معاكم دلوقتي عن 2 من أجانب الأهلي العرب. 1 رضا سليم، الثاني القندوسي. هنبدأ الأول بالمغربي، الجناح المغربي. رضا سليم بيمتلك عدة عروض، 1 منهم من داخل الدوري المصري، فاركو استفسر عن إمكانية استعارة رضا سليم من الأهلي. رقم 2 عرض خليجي محتمل في الأيام اللي جاية أن يصل للأهلي، إماراتي تحديدا. رقم 3 عرض مغربي. التلاتة على سبيل الإعارة، اللاعب لسه ما حسمش موقفه لكنه يرغب في المشاركة، وبالتالي احتمالية الموافقة على أن يعار قائمة بالنسبة له، لكن طبعا طبقا لرؤية الأهلي. دي أول نقطة. رقم 2 اللاعب الجزائري المعار لسيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي. كولر متحفظ على عودته حتى الآن، وشايف أنه يعني مش أولوية بالنسبة له، وأن وجوده في نص الملعب مش هو اللي هيعلي نص الملعب في المرحلة الحالية. وعارف هو كويس جدا أن اللاعب يمتلك عروضا سواء من تركيا أو من الجزائر، وهو متحفظ نسبيا على عودة اللاعب، وبالتالي ربما ده يؤدي إلى إعارة جديدة سواء بقى في سيراميك كليوباترا أو خارجيا، لكن في الأهلي مش الأولوية دلوقتي طبقا للرؤية الفنية لعودة أحمد قندوسي لاعب وسط الفريق الأحمر. أكرم توفيق تلقى اهتماما من أحد أندية المقدمة في الدوري القطري، بتكلم هنا على لاعب خط الوسط الدولي واللاعب الظهير الأيمن سواء مع الأهلي أو مع منتخبنا الوطني. هو قال إن القصة تكون مع الأهلي، مش محتاج وسيط، لما يوصل عرض يتم مناقشته، ولما يتسأل هيقول رأيه، لكن الموضوع لازم يتم من خلال الأهلي بما إنه اللاعب كمان مستمر تعاقده مع الفريق الأحمر حاليا. في الزمالك بقى أحد الوكلاء قام بعرض. امبارح بحكي لكم عن عمر الساعي، انه الاسماعيلي قال لنا انه جاي استفسار من نادي سالزبورج النمساوي.
الزمالك كمان اتعرض عليه عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي إذا أرادوا. ده بيأكد لكم اللي أنا قلت لكم امبارح، إنه الإسماعيلي فتح الباب أمام رحيل نجومه باعتبار إن هم منجم يحل لهم مشاكلهم المادية دلوقتي. عبد الرحمن مجدي، عمر الساعي، سابقا إياد العسقلاني، لاحقا ربما نادر فرج. وبالتالي عمر الساعي اتعرض من احد الوكلاء على الزمالك، والوكلاء مش هيعرضوه من نفسهم، بيكونوا خدوا جرين لايت من النادي الاسماعيلي انه يعني ضوء اخضر يلا اشتغلوا واحنا نسمع. فبالتالي الزمالك بدا بقى مرحله الاستفسار، هل ممكن يخدم افكار الفريق الفنيه تحت قياده جوزيه جوميز، والمقابل اللي هيحتاجه الاسماعيلي ايه؟ ده هيشتغل في الايام اللي جايه. بينما على مستوى التدريبات التأهيلية فالونش وشيكابالا وصلاء برنامجهما التأهيلي في الوقت اللي الزمالك بيقول لنا أنه جهز أو بيجهز حاليا دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة، وأنه يعلم جيدا الظروف المالية اللي بتمر بها قائمة الفريق، وأنه عارف كويس جدا التأخيرات اللي حصلة أن ملهاش ذنب اللاعبين فيها، وانه بيؤكد انه في الفتره المقبله القليله سيصرف جزءا من مستحقات اللاعبين. كان في كلام ان موتيابا اللي سجل هدف النهارده في مرمى الجزائر قدم شكوى، لكن مصدر في الزمالك قال لنا انه لم يتقدم اللاعب بشكوى وانه لا اساس من الصحه، وقال انه يعلم جيدا ان اللاعب بقاله شهرين ما خدش مرتبه بل 3 شهور. هو والاجانب دي بتبقى دايما القصه اعمق، سواء على مستوى المدير الفني جوزيه جوميز لسه ما خدش مستحقاته، او اللاعبون الأجانب اللي برضو من ضمنهم موتيابا الزمالك بيقول إنه ما اشتكاش لكنه سيسدد جزءا من مستحقاته في المرحلة المقبلة. دي أخبارنا. أما عن تحليلاتنا مع الكابتن محمد جودة عن نهاية التوقف الدولي بتعادل منتخبنا الوطني مع منتخب غينيا بيساو، وعن المرحلة المقبلة لمنتخبنا الوطني، وعن عودة الدوري من جديد بعد الفاصل مع الكابتن محمد جودة. خليكم موجودين معانا. والله بس انا كل اللي عايز اقوله بان مش هي دي الروح بتاع الكابتن حسام حسن اللي طلعنا وشفنا وعرفنا مين هو كابتن حسام حسن. درب فرق وعمل فرق، الناس اللي موجوده ديا مش عايز اقول ما تستحقش ان هي تمثل اسم مصر، لكن في احسن من كده، في اداء احسن من كده. يا عالمي خليك عالمي. هو اداء المنتخب النهارده، المنتخب ادى باداء باهت جدا، حتى الشوط الثاني اللي هو بيقول المنتخب مسيطر وبيلعب كوره، مفيش تاكتس اصلا، مفيش ارتياح. انا راجل بشجع منتخب بلدي، كنت متوقع ان المنتخب يكسب يعني، واساسا احنا بنلعب على المكسب مش بنلعب على التعادل، بس التعادل مش وحش، انت لسه قدامك حوالي 8 ولا 7 هتقعد فيهم وهتبقى كويس، بس اداء متوازن في الشوط الثاني. الشوط الاولاني مفيش اداء كويس جدا وماشي كويس، واللعيبه برضه بس عايزه وقت شويه، العمليه مش سنه برضه يعني. هو الصراحه الماتش كان في ايدينا من الاول، بس احنا يعني فضلنا قعدنا فتره مع المخاطر، احنا حاولنا نعمل شغل كويس مع الفرقه، بس الفرقه يعني الصراحه المفروض كانوا نكسب الماتش بتاعنا، بس لا الاداء حلو، الاداء حلو، عندنا لعيبه زي الفل وعندنا فرقه زي الفل، المفروض ده نطلع بسرعه يعني فرقة 3 نقط بتوعنا. نجم كبير من نجوم الكرة المصرية، أهلا وسهلا بكم مرة تانية، ومدرب كبير ومحلل كمان متألق جدا الكابتن محمد جودة نجم النادي الأهلي السابق، هو ضيف حضراتكم. منور الدنيا كابتن جودة. أهلا وسهلا بك يا زهاني، مبسوط جدا وأنا معاك يعني. أنا كمان دي حقيقة يعني. أخبارك إيه؟ الحمد لله كله كويس؟ تمام الحمد لله. تعادل لمنتخبنا في ختام التوقف الدولي بتاع يونيو، 1-1 قدام غينيا بيساو، واللي أضاف فلي نكهة حلوة ان بوركينا فاسو وسيراليون تعادلوا 2-2 من شوية، شفت ازاي التعادل؟ يعني عايز اقول في البداية الوصول للمونديال نفسه او الوصول لكاس العالم لم يعد حلم خلاص، بعد زيادة عدد المنتخبات الافريقية لتسع منتخبات، فمش عايزين الوصول لكاس العالم ده نعتبره مع اي مدرب انجاز. طيب انا عايز اختلف معاك. اتفضل. هو العدد كتر بس مزبوط. النظام زي ما هو، مجموعة فيها 6 فرق، الأول بس اللي بيوصل. ما هو بالتصنيف. مظبوط. مجموعة بالتصنيف. فأنت تصنيفك أنت أعلى من كل من الخمسة اللي معاه. مظبوط. لكن يبقى الموضوع مش بالسهولة، العدد كتر بس نظام واحد. لا، أما أنت تتكلم على 9 منتخبات في أفريقيا، منتخب مصر ما يكونش فيهم،
دي تبقى مشكله كبيره جدا. مش مختلف. فانا مش انا مختلف. باكد تاني باكد، وطبعا حضرتك لك حق الاختلاف يعني. الكوره ما فيهاش حد صح وحد غلط. ولكن انا بالنسبه لي دلوقتي الوصول لكاس العالم لم يعد حلم خلاص. بقى دي يعني لابد ان منتخب مصر يكون متواجد في كاس العالم في كل نسخه ليه. احنا اللي المفروض بقى نعمله ازاي هنتواجد او هنقدم ايه في كاس العالم او هنوصل للادوار ايه، ده اللي المفروض نفكر فيه دلوقتي. طيب انت قررت تبدا بالمقدمه دي علشان توصل لان المنتخب مش مقنع بالنسبه لك حاليا؟ لا اكيد مش مقنع يعني. مش مقنع. طبعا اكيد مش مقنع، وعايز في البدايه يعني اقول كل المسانده للجهاز الفني علشان ما حدش يفهم كلامنا غلط، وكل الحب والاحترام والتقدير ليهم. تمام. ولكن طالما قابلت ان انت تكون مدرب منتخب مصر، انت حضرتك عارف في 100 مليون ناس بتفهم في الكوره، ومن حقها منتخب مصر، حبنا لمنتخب مصر اكيد اكبر من حبنا لكابتن حسام او اي مدير فني. تمام. ف حضرتك لابد ان تقبل النقد. مش هينفع حضرتك تسيب شغلك وتسيب عملك وتسيب تحضيراتك للمباراه، سواء قبل المباراه بعد المباراه، حتى اللعيبه النهارده هترجع انديتها، انت شغلك المفروض لسه شغال. ما تشغلش بالك ان اللي بيتقال بالظبط. ممكن لو حضرتك طبعا انت اعلم مننا بكتير، او طالما وصلت للمكانه دي، ولكن لو عايز الحاجه الكويسه تاخدها، والحاجه اللي مش عاجباك مش لازم بعد كل مباراه نطلع نرد على حد بينقد، او لان انت في عمل عام مش عمل عام عادي. صح. ده انت مدرب او منتخب مصر. منتخب مصر. بالظبط. مظبوط. قصه يعني نصيحه من فرد متواضع يعني لكابتن حسام او للجهاز الفني. يعني سمعت ردود كتير، اكيد في ناس بتحبك، اكيد في ناس بتكرهك، اكيد في ناس بتتمنى لك صح ان انت توصل لاعلى حاجه، ونفس الكلام اكيد في ناس تتمنى لك ان انت ما تنجحش. فلازم تبقى عارف ده كويس. فلو تفرغت في الرد على كل واحد مش هتخلص ومش هتركز، وهتتاثر سلبا على أكيد. فكره النتائج هتبقى سلبيه بسلبة. مليون في الميه. طالما خدت منك ومن تفكيرك، يبقى اكيد هتاثر عليك. طيب ما تيجي بقى ننتقد. يلا بينا. لا مش شرط يعني. يعني عادي ننتقد، دي مش معناها ان هنتكلم فني كلام وحش. يعني ننقد اللي شفناه النهارده. تمام. بايجابياته وسلبياته. تمام. ايه اللي عجبك في ماتش النهارده؟ تعال نبدا بالكويس. اصل كل يعني اي حاجه عجبتني هتبقى حاجه فرديه. تمام. من اللاعب، من اللاعب نفسه، او ليه؟ مهاره فرديه من اللاعب. ليه؟ لان انا ما شفتش اي طريقه لعب، ما شفتش اي جمل، ما شفتش اي ضغط حتى على المنافس. شفت تحضير مباراة كان سيء جدا جدا. شفت تشكيل في 3-4 افراد كان في عناصر المفروض تبدا المباراة ما بدأتش، والعكس صحيح. طب تعالى نستعرض التشكيل. اتفضل. ونتكلم الاول عن راي الكابتن محمد جوده في التشكيل، وايه اللي كان الانسب من وجهه نظره. يلا بينا. تشكيل منتخبنا الوطني النهارده كالتالي: بطريقه 4-4-2، محمد الشناوي هو اللي حارس المرمى، قدامه رامي ربيعه وعبد المنعم، محمد هاني وحمدي على الطرفين، حمدي فتحي ومروان عطيه، وعلى الطرفين زيزو وتريزيجيه، مصطفى محمد مهاجم، ومن خلفه محمد صلاح. يعني دي يمكن على الورق شويه يعني. 4-2-3-1. بالظبط. تمام. بالظبط. يعني يمكن طبعا انت كنت بتلعب النهارده زي ما بيقولوا مكسور الجناحين. محمد هاني ومحمد حمدي لم يؤدوا اي ادوار ولا هجوميه ولا دفاعيه. وكان هناك بدائل في الطبيعي. في الطبيعي ان هم احسن منهم شويه. يعني كان ممكن يبدا اكرم توفيق، كان ممكن يبدا الناحيه الثانيه عمر كمال عبد الواحد. يعني ايه الاضافه اللي كانت هتحصل لو الاثنين دول اللي بداوا؟ لا، ما هو انت رايك ايه في مستواهم الفني النهارده الاثنين على المستوى سواء على الدفاعي او الهجومي؟ يعني الدفاعي محمد هاني يسال عن الهدف. تمام. زيه زي رامي ربيعه، زي العوده. تمام. التمركز كله. حمدي كان بيحاول يلم غياب اللاعبين عن مراكزها، فكان بيلعب مساك في اللقطه دي. لا. واعتقد ممكن يتحسب له فاول في الكره دي. يعني انت بتتكلم على الهدف. على الهدف. بتتكلم على مجمل مجمل اللقاء. ما اعتقدش انها هتهددنا النهارده خالص. خلي بالك احنا ما انا بتكلم ان منتخب مصر. منتخب مصر، واتكلمنا هنا قبل كده، من منتخب مصر والنادي الاهلي ونادي الزمالك بيعتمدوا اعتماد يعني مش عايز اقول كلي على الطرفين. تمام. دي طول عمرنا. الكره المصريه بتتميز بالاطراف. تمام. انما النهارده المستوى اللي قدموه في ظل
قدام منتخب مش عايز اقول تمام. ضعيف جدا جدا النادي الزمالك لو لعبه هيكسبه، النادي الاهلي لو لعبه المنتخب دغينيا هيكسبه. مش عايز اقول فرق اقل بكتير ممكن تفوز عليه هناك. لم يقدم اي شيء خالص. ايه دلالات ضعف منتخب غينيا بيساو ظهرت لك في ايه؟ لا اولا هو منتخب يعني حتى الكواليتي بتاع اللعيبه بتاعته بيعتمدوا على القوه. حتى في الشوط الاول كان بيعمل زي ما بيقولوا دفاع منطقه من نص الملعب كمان. كان سايب لك الكره تماما، سايب لك ان انت تقدر تحضر، سايب لك ان انت تقدر تلعب على الاطراف، سايب لك ان انت حتى الكرات الطوليه احنا ما قدرناش نستغلها. لان برضو لعب بثلاثة في نص الملعب، بثلاث لعيبة في نص الملعب بدون، مش عايز أقول إمام عاشور، خلينا نقول إمام عاشور أو ناصر ماهر عشان ما حدش يقول أنا متحيز إمام أهلي أو زمالك. مش هيقدر يعمل الربط بين الخطوط. الربط بين الخطوط، أنت النهاردة بتلعب باتنين ستة وقدامهم صلاح. برافو عليك، لان ناس كتير جدا فاكره انه مهاجم تاني، فاكره صلاح ان هو كان مهاجم تاني. يعني هو بصراحه كان بيسقط، فانا شفته 10 بس كان بيزيد، فقلت ما بقتش 4 4 2 ولا 4 2 3 1. ده كلام محترم جدا، وده اللي انا شفته بالظبط في المباراه. وصلاح اول ما صلاح لو خليته يستلم بظهره خلاص 90% من قوه محمد صلاح انتهت. وخصوصا انا ممكن اخليه يستلم في ظهره في ال 18 اما يلعب راس حربه صريح. انما رقم 10 دي محمد صلاح انت عارفه سريع جدا، لعيب بيحب الانطلاق، فما يستلم بظهره هيبقى عنده مشكله كبيره جدا. بس عنده رؤيه مش موجوده عند غيره من اللاعبين، فممكن تبقى عايز تستغلها في نص الملعب. اكيد لا، مليون في المية مليون في المية انت المفروض تعمل كده. اوقات كتير جدا، اوقات كتير جدا شفنا زيزو برده مكانه كان في لا مركزيه شويه بينه وبين زيزو. اوقات كتير مظبوط. كان بيطلع على الطرف اليمين وزيزو هو اللي بيدخل جوه. ولكن افتقاد النهارده الشوط الاول كله يمكن ما شفتش انا محمد صلاح بسبب ان هو مش قادر يستلم، او ما فيش حتى اللاعب اللي قادر يوصل له الكوره. اتنين بنلعب 2 6 وهو قدامه، وحتى لو جات له الكوره بيسلم اللي في وشه على طول. ليه؟ لان هو مش شايف ظهره، او لان هم كانوا بيعملوا الضغط كويس جدا في نص ملعبهم. هم كانوا سايبين لنا نص ملعبنا مظبوط. ولكن افتقدنا مثلا صلاح 45 دقيقة بسبب عدم وجود لاعب في نص الملعب يقدر يربط الخطوط ببعض، او على الاقل خط النص وخط الهجوم. شفنا عزلة تماما لمصطفى محمد، اللي حتى اما كنا بنوصل من الاطراف الميزة بتاعت مصطفى محمد بيلعب بدماغه كويس. ما بنقدرش نعمل الاوفر كويس. شفناه حتى هو لجأ ان هو عايز يستخلص الكورة من الحارس من المدافع، نظرا لكل الكرات اللي هتوصل له بسبب عدم وجود حد يقدر يربط الخطوط. واللي استغربت في بطء شويه عند مصطفى محمد للماتش الثاني على التوالي، بعيدا عن الاصابه اللي تعرض ليها النهارده. لا هو بصراحه النهارده ما اقدرش اقيمه خالص، لان في ال 10 دقائق اللي لعبها ويعتبر ما جاتلوش الكوره خالص. يعني وهروح بقى لحته ثانيه، طالما امام عاشور قادر ان هو يلعب ويقدر يلعب 45 دقيقه، انا عايز اعرف السؤال هنا ليه ما بداش المباراه؟ هل كان في زعل منه؟ هل انا مش بتكلم برضو مش عايز، طب ما لو في زعل منه ما كانش لعب خالص. ما هو برضو ممكن انت تتاثر شويه، او تقول ان النتيجه خلاص مش في صالحي. انت عارف الهدف جه في الدقائق الاخيره في الشوط الاول. انما لاعب بقدره امام عاشور او ناصر ماهر، خليني اعترف ان من نزول ناصر ماهر خطوره غيرت الدنيا. خطوره، يعني امام اتغيرت ونزول ناصر اتغير بالظبط. لان لعيبه حتى الكواليتي بتاعها وهي في رجليها الكوره تقدر تتحكم في رتم المباراه. تقدر توديك للمرمى، تقدر تحافظ حتى على الكوره اطول فتره ممكنه مع فريقك. طول ما الكوره معاك مفيش خطوره عليك، وفي نفس الوقت تقدر تعمل خطوره على الفريق المنافس. شفت ازاي لعب زيزو ناحيه اليمين كباك رايت في الشوط الثاني؟ يعني اعتقد برضو يعني دي هي تغييره برضو مش مفهومه شويه، ولكن عايز اقول حسنت شويه من ليه مش مفهومه؟ يعني انت قولي تفسيرك انت. يعني انا بالنسبه لي من اصابه، يعني انا لو انا كنت مدير فني او كان الافضل من اصابه بعد اصابه مصطفى محمد ان انا اخلي محمد صلاح مهاجم وادفع بامام عاشور، او خلينا اقول او ناصر ماهر. عشان انا النهارده احنا لا يعني عايزين نخلق انت مش مضطر كل شويه تروح موضحها. لا دي حقيقه، لان هو ادى لان ناصر ادى بصوره كبيره. ولكن الدفع بلاعب اول مره يلعب دولي في ظروف زي دي مش هيقدر، يعني حتى اللي هو احمد امين اوفا يعني، او على الاقل
كان الدفع بمحمد شريف اللي عنده خبرات جاي من دوري قوي جدا مسجل اهداف برضه في الـ في الـ في الدوري السعودي. فمعرفش مش قد يكون هو في بروفايل معين للمهاجم عايزه اللي هو نفس اصل هو احمد امين شبه مصطفى محمد فيمكن يكون هو افكاره مبنيه على توقيت اللعيب ده على اللعيب الستايل ده. انا معاك توقيت الدفع باللاعب وانا ما شفتش قله بنى على المهاجم بالستايل ده بس بقول لك يمكن يكون هو كان عايز ده. لا هو انا من وجهه نظري ان هو لازم قلناها مرارا وتكرارا مدير فني يضع سيناريوهات للمباراه. تمام عارف خلي بالك يعني انت لو في مباراه وانت السيناريوهات من ضمن السيناريوهات بتاعت المباراه دي اصابه كل اللاعبين يعني تتوقع تبقى عارف اصابه مثلا لا قدر الله الشناوي اصابه لا قدر اي حد يعني ببقى في ترتيبي ان انا محضر البديل. اعتقد حصل لخبطه كبيره جدا اعتقد من وجهه نظري حصل لخبطه كبيره جدا بعد اصابه مصطفى محمد في مين اللي ينزل وده يعني انت اعلى المفروض اعلى مدير فني مصري حاليا ولا ده طالما تقلد المنصب التسلسل الهرمي بيقول كده بالظبط فلابد ان انت تبقى عامل سيناريوهات للمباراه ما ينفعش مصطفى محمد بعد 10 دقائق ندفع بلاعب لا يمتلك خبرات دوليه فرقته ما بتلعبش في افريقيا توقيت الدفع بلاعب انت كده معترض على انضمامه للقائمه لا 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 اطلاقا وممكن يبقى لعيب كويس جدا 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 ولكن توقيت الدفع بلاعب بيلعب في نادي مش جماهيري مش بيشارك في بطولات افريقيا توقيت الدفع بيه مهم جدا اقول لك على حاجه لمصلحه اللاعب قبل مصلحه المنتخب يعني اتظلم اوفا النهارده بالنزول اكيد اكيد مليون في الميه اتظلم اعتقد حتى عايز اقول لك يمكن في التقسيمات بتاعه اللي قبل اللقاء او التدريبات التحضيريه للقاء ما افتكرش ان اوفا لعب مع زيزو وصلاح اكيد كان في الفرقه الثانيه انا متاكد مليون في الميه مفهوم فاهم قصدي البدلاء يعني البدلاء مفهوم حتى يعني عايز اقول لك حتى في التمرين ما لعبش مع الناس دي ده واضح لك من مستواه النهارده ولا بالمنطق يعني جدا لا لا هو واضح جدا من مستواه لما يقدم اي مردود يعني زيزو تحسن في الشوط الثاني لما لعب ناحيه اليمين وظهر تحس ان هو اتعدل يعني عدلته بقت احسن مزبوط. صح مظبوط لكن بيبقى السؤال اللي بيتقال بعد كل مباراه هو زيزو مستوى زيزو بعد كل مباراه للمنتخب الوطني لا انا من وجهه نظري كان من نجوم المباراه ايوه تمام يعني لكن بتكلم بشكل عام بقى على على اداء زيزو مع المنتخب ايه اللي طلع منه افضل انتاجيه من اللي هو برده زيزو مضغوط جدا في حته برده ان بيلعب في مركزه محمد صلاح حتى من قوه زيزو او من امكانيات زيزو سواء الفنيه او البدنيه بنحاول نخلق له مكان تاني في وجود محمد صلاح فيعني انت متخيل يعني مفيش اي اختلاف ان زيزو صاحب امكانيات فنيه وبدنيه عاليه جدا دليل ان وجوده في نفس التشكيله مع محمد صلاح ده اكبر دليل ان احنا كلنا سواء المدير الفني او اي حد بيحط تشكيل المنتخب بيحط زيزو معاه فاعتقد لعبه شويه ناحيه اليمين واوقات خلي بالك لعب 8 برضو كتير مظبوط ولعب اوقات 10 قدام الاثنين ديفندرين فاعتقد عدم يعني عدم ثباته في تشكيل في 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 في, في مركز معين ده اللي مأثر عليه هل ممكن بسبب ادائه النهارده الكويس لما لعب باك رايت يتثبت في المكان ده؟ من الممكن يعني انا مع المنتخب بعتبره لعيب جوكر يعني ولعيب كويس جدا وخصوصا اداء محمد هاني عليه علامات استفهام كبيره جدا يعني يمكن طبعا احنا ايه اكتر ما بترى ان في ملاحظات في اداء محمد هاني ممكن تتكلم عنه؟ ما انا زي ما بقول لحضرتك سواء الدفاعيه او الهجوميه يعني التغطيه العكسيه طبعا يعني مش كويس فيها حتى لما بيوصل برضو الكروس بتاعه على عرضياته هي بتبقى ضعيفه جدا يا بتوصل الناحيه الثانيه لو محمد حمدي طالع او مكمل ف بنتكلم على لاعب حاصل على دوري ابطال افريقيا بيشارك بصوره كبيره او باستمرار امام جماهير كبيره جدا في بلدان مختلفه لابد ان يبقى مردوده مع المنتخب اكتر من كده بكتير مفهوم طيب نزل في التغييرات ابراهيم عادل تمام. مكان تريزيجيه النهارده ما كانش في افضل الحالات مبدئيا يعني برضه يمكن تريزيجيه اتظلم شويه في عدم وجود حد زي ما بقول لحضرتك يربط ما بين خط الوسط والخط الامامي وايضا ضعف الشديد جدا لمستوى محمد حمدي النهارده اثر طبعا على تريزيجيه. احنا مركز الظهير الايسر عندنا مشكله فيه؟ اللي واضح لنا دلوقتي بغياب فتوح تحديدا؟ اكيد
اكيد اللي واضح لنا دلوقتي لان اكتر لاعب مرتبط مثلا احنا لو اتكلمنا على تريزيجيه هو الباك ليفت يعني اكتر لعيب جبهه كامله بالظبط بتبقى جبهه كامله ومن قدام طبعا تريزيجيه مع المهاجم تمام. ومع رقم 10 ولكن انت بتتكلم على جبهه معينه اما يبقى فيها كسور شديد جدا في الـ في الـ في الباك اللي تحت تريزيجيه اكيد هيأثر على مستواه لان مش معقول تريزيجيه خلي بالك بيمتاز بالاستمرارية يعني اما بيبقى كويس يعني تريزيجيه من نادر جدا ان تلاقيه مش ظاهر صح صح صح, صح يعني مزبوط. ودي اللي دايما يعني ممكن ما يدركش 10 طول الوقت بس على الاقل 8 موجودة بالزبط. طول الوقت لا ممكن سبعة موجودة طول الوقت او سبع ماتشات وماتش مثلا أيوة. صح. سبع يعني فاكبر دليل النهارده المستوى اللي قدمه محمد حمدي طبعا يعني برضه هو راجع من ايقاف تقريبا صح لا كان بيلعب إصابة. يعني لا. اصابه بس رجع لعب تاني يعني قبل التوقف الدولي لعب وكان بيلعب نهائي الكاس يعني برضه مسؤوليه كبيره برضه لعب في المكان ده نجوم طيب. كبيره جدا يعني ابراهيم عادل لا ابراهيم عادل من اللعيبه الواعده جدا جدا أيوة. جدا جدا و ابراهيم عادل لما نزل امام عاشور لما نزل ناصر ماهي لما نزل الجوده بتاعه الباص حتى عندنا او جوده امتلاك الكره زادت بنسبه 100% عن الشوط الاول يعني لعيبه عندها حلول فرديه عندها زي ما بقول وهكرر الربط بين الخطوط دي مهمه جدا يا كابتن حسام ما ينفعش كل خط يبقى لوحده او منعزل صح او صح. ما ينفعش خط الظهر وخط النص يبقوا منعزلين تماما عن الخط الامامي فاللعيبه دي عندها من جوده الباص عندها من امتلاك الكره عندها الحلول بربط الخطوط وده اللي كنا مفتقدينه في الشوط الاول جول حلو قوي جول صلاح طبعا طبعا يعني حاجه بصراحه بتاعت ليفربول يعني يمكن اتكلمنا كتير ان صلاح ما بيأديش زي ليفربول ما بيعملش انما الهدف ده فكرنا باهدافه في ليفربول خدت بالك من امام عاشور في الجول ده من بدايه الهجمه لنهايتها طبعا يعني برضو وفر لك سهل المهمه بشكل او باخر على محمد صلاح هو اللي بصل الكره اولا لمروان عطيه مزبوط. اللي بصها لصلاح امام قعد يتدرج لحد ما خد مساحه تمرير محتمله لصلاح تمام فخد برضو مدافعين معاه بالظبط خد العين بالظبط يعني برضو عجبني دور امام ومروان في الجول كان كبير قوي كلام 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 مظبوط 100% ودي الحاجات حتى اللي بنحاول نعلمها للاولاد الصغيرين ان 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 مش شرط ان انا اخد الكوره عشان اخلق في خلق مساحه بدون بالتحرك نفسه بالظبط مش لازم ابقى شاركت في الكوره بالظبط لان باخد عين مثلا مدافع او باخد عين اتنين ولكن برضو محمد صلاح فينش عظيم يعني عظيم حتى يعني. لو ما قدرش يعدي صح. هتبقى حاجه عاديه جدا انما عدى وركز وده خرم ابره اتفتح ايوه لا وبعدين الكره رايحه موجهه في ارض يعني مش ملعب مثلا مستقيم او حاجه لا الكره رايحه موجهه بقوه وبسلاسه كده في المرمى بصراحه ما شاء الله يعني قيمه كبيره جدا حلو كان الكلام هيختلف تماما بصرف النظر عن تعادل بوركينا وسيراليون ان انت تتغلب مباراه زي دي كانت هتبقى مشكله كبيره جدا سواء لينا كلنا او للجهاز الفني بالذات او للجهاز الفني طبعًا. بالذات ناس مستعجله شويه على الجهاز الفني ده مش موضوع مستعجله احنا لو في يعني اقصد انه الناتج بيظهر لك امتى في العادي من منتخب حصل توقف بالظبط كده لو هتجمع الايام يعني 20 يوم خلي بالك بمجموع التوقفين الدوليين مدربين المنتخبات او 25 يوم مفيش صبر عليهم دايما محطوطين تحت ضغط كبير جدا لاسباب كتيره جدا لا قدر الله عدم التاهل لا قدر الله الخروج من بطوله دايما مباريات المنتخب صح. حاسمه فده اللي بيخليك ان يعني مفيش صبر يعني انت ممكن مدرب النادي بيبقى عنده مثلا 36 مباراه وفيها تعادل وفيها فوز وفيها تقدر تصبر عليه انه مدرب المنتخبات وخصوصا الحاجات يعني دي يمكن مجموعه الحاجات اللي فيها النوك اوت دي بتبقى مشكله كبيره صح. جدا يعني انا بصراحه اكثر ما يقلقني على الكابتن حسام حسن هو تصريحاته بالظبط يعني الحمد لله بدات بيها وانا قلت انت بدات الكلام ده فانا يعني انا هنا بتفق معاك بالزبط. يعني لانه يعني فكره التركيز مع الناس المنتقده دي نقطه ثانيا يعني انا بحس بس ان الوضوح احيانا بيحل مشاكل كتير وهقف عند النقطه دي على مستوى مصطفى فتحي وناصر ماهر في النهايه لكن بعد ما نشوف تصريحات الكابتن حسام حسن بعد نهايه المباراه في المؤتمر الصحفي او عبر وسائل الاعلام المختلفه وتحديدا اون تايم سبورتس بعد المباراه قال المدير الفني لمنتخب غريبه شويه غريبه شويه شفتها شفتها طبعا طب يلا نشوفها مع بعض ونشوف هل هي غريبه ولا لا التراجع طبيعي فانت تواجه منتخبا له حظوظ للعب في كأس العالم ولديه محترفون أنت لا تلعب ضد نفسك حاولنا التغيير مرة أخرى واستعدنا التفوق وإن كنت تلعب مباراة ملاكمة مثلا مهما كنت بطلا للعالم
ستتعرض للضغط في بعض الاوقات. منطقي الكلام ده ولا ايه رايك؟ انا قريت ان هو انا متاكد ان الناس في مصر سعيده جدا ومش عارف بقى. تعال نكمل اليوم لنا ركله جزاء وهدف غينيا بيساو. اعتقد ان هناك مخالفه على المهاجم، انا متفق مع النقطه دي بصراحه. كان في كده دوسه على رجل محمد حمدي، لكن لا اريد الحديث عن التحكيم. البعض ينتقد لمجرد النقد، ولكن لا نستمع للنقد الهدام. هم لم يشرحوا ما قمنا به ضد بوركينا فاسو من الاساس حتى الان. لنبدا الحديث عن لقاء غينيا بيساو. هسالك عن اللي عملناه قدام بوركينا فاسو عشان ترد على النقطه دي. بيقول الكابتن حسام حسن: اليوم امتلكنا الكره ونسبه الاستحواذ رغم اللعب خارج الارض وضد فريق كامل من المحترفين اصحاب الاجسام القويه. منذ متى كان المنتخب يملك الاستحواذ خارج الارض؟ على الناس ان تفهم اين كان المنتخب واين اصبح. كم مره وصلنا لكاس العالم ومنذ متى لم نفز بامم افريقيا؟ وماذا قدمنا بالنسخه الاخيره؟ بين شوطي اللقاء كنت هادئا جدا مع اللاعبين، لم انفعل تماما لانني كنت واثقا من العوده اولا ومستمتعا باداء الفريق ايضا سواء في الشوط الاول او الثاني. اهي النقطه اللي اتكلم بيها. سعيد بالاداء وسعيد باللاعبين، وانا لا استمع لاي احد، ورسالتي لاي شخص يشكك هي انه يخاف من نجاح المنتخب. ونكتفي بهذا القدر، او هو ده اخر التصريحات يعني. كابتن نجوده فضل. يعني كلها تصريحات دبلوماسيه طبعا، حتى ما دي دبلوماسيه؟ اه طبعا، دي ما فيهاش اي دبلوماسيه. لا ازاي هو، لا انا بتكلم بالنسبه ده خبط في الجميع. لا بتكلم بالنسبه للاعبين. يعني من الصعب جدا انه لم يهاجم لاعبين. طبعا، او لم وما انتقدش الاداء وما انتقدش حتى بيقول لك كنت مستمتع جدا طوال المباراه سواء الشوط الاول او الشوط الثاني. فدي ممكن تبقى حاجه طبيعيه انه بيحمي لاعبته، بيتهيألي يعني، بيتهيألي. طب ما تيجي احط نفسي مكان كابتن حسام حسن واعتبر انه ده اللي جواه فعلا، مش دبلوماسي، واقول لك الحاجات الكويسه اللي انا شفتها وانت علق. مشكله كبيره لو راضي عن اداء الشوط الاول خصوصا، هتبقى مشكله كبيره جدا لو قابلنا منتخبات زي السنغال، كوت ديفوار. موضوع كبير جدا، حتى لو قابلنا منتخبات في كاس العالم. لو قدمنا اللي قدمناه الشوط الاول ده هتبقى كارثه كبيره جدا، تبقى كارثه لم تحدث من قبل يعني. طيب تمام، من وجهه نظري يعني. تمام كمل. بس هو كده. وطبعا هو قال انه ما بصش للنقد، ده اكبر دليل ان انت اتكلمت في النقطه دي، ان انت مركز مع النقطه. مظبوط. طب بس هو قال نقطه حلوه قوي هوجهها ليك باعتبارك اول محلل اقابله بعد ما قال الكابتن حسام الكلام ده. احنا ايه اللي عملناه في ماتش بوركينا؟ ايه فكرته في ماتش بوركينا؟ لا هو ماتش بوركينا اختلاف الطريقه بس، وده كان نظرا لعدم وجود باك ليفت. احنا لعبنا ب 5-3-2، يعني النهارده لعبنا ب 4-2-3-1 او 4-3-3 باي مسمى. هو ده الاختلاف يعني. هو كان يتمنى يعني الناس تتكلم ان هو لعب بخمسه، او لان انا عارف ان دي طريقته المفضله او اللي هيلعب بيها حتى بعد كده. تتوقع كده؟ انا متوقع كده يعني. بعد الاداء النهارده كده، فاعتقد ان هو هيرجع تاني لطريقه 5-3-2 يعني. فهو ده اللي كان قصده عليه، وعمل شوط اول ممتاز بمنتهى الامانه ماتش بوركينا. مظبوط يعني. او مش الشوط كله بس، الجزء الاكبر منه. على الاقل كان في مشاكل شويه الشوط الثاني. كده مشكلتنا الدفاعيه الشوط الثاني. هي مشكله، مش المشكله مش دفاعيه او مشكله، المشكله فانا كمدير فني في التغيرات اللي بتحصل اثناء المباراه. انا بنزل بطريقه او بنزل بواجبات معينه لهاني. انا عندي كوتش تاني واقف على الخط بيعمل تغييرات او بيحسن من طريقه اداء، لازم انا، هي مش دباجه، ارد. لازم ارد. او يعني ابقى مرن بالظبط التعامل مع مجريات المباراه. انا النهارده مثلا لقيت ضغط من ناحيه الشمال، من ناحيه شمال او اليمين. انا مكلفك ان انت في الهجمات كلها تطلع. طبعاً. لقيت ضغط كبير، هقول لك يا هاني اقف شويه، اقف شويه لغايه اما احل النقطه دي، وبعد كده ممكن اقول لك تطلع تاني. هي دي التغيرات. التغيرات بتيجي في النتيجه، تغيرات التغييرات او التبديلات اللي بيعملها المدير الفني التاني. بس في جمل منطقيه للكابتن حسام حسن. احنا طول الوقت عايزين منتخبنا توب، اعلى مستوى، افضل نتائج، متصدر بانتصارات كامله، ده اللي اي حد بيتمناه. بيتمناه بالظبط. لكن لما تيجي تتكلم عن الوضع الراهن لنتائجك الحالية أو الماضي القريب، يعني عدم تأهل لكأس عالم أو مشوارك في أمم أفريقيا الأخير اللي خلص من دور ال 16، ده مهم يتحط في الاعتبار زي ما بيقول الكابتن حسام حسن، نعم أم لا؟ لا أكيد طبعا، أكيد. بس إحنا بيبقى فيه دايما لأي حاجة بوادر يا أستاذ هاني. يعني إحنا شكل وأداء المنتخب ما اعتقدش ان اي حد عاجبه اداء او شكل المنتخب، وخصوصا مع منتخبات
يعني مش عايز اقول، ممكن حضرتك تصحح لي تقول لي تصنيف كام مثلا؟ 118 غينيا بيساو او 118 فبعيد جدا جدا يعني، منتخبات بعيدة جدا، ومنتخب مستسلم مستسلم مستسلم، لو رحنا لعبناه بنادي صدقني هنكسبه. فهي دي الحاجات اللي بتخلينا نطلع نتكلم وننتقد او ننقد، بلاش ننتقد، وانت برضو حضرتك تقول لي الفرق يعني. هي. ننتقد ممكن تبقى سلبي اكتر، بس الاثنين عادي. السلبي انت برضو حتى الانتقاد انك بتنتقد سلبيات معناها ان غرضك انك تحسنها، مليون في المية، فمش شرط ان انت معناها ان انت سيء او يعني ان انت مغرض يعني. ما هو عشان الكابتن حسام في اخر تصريحاته اتكلم ان في ناس عايزه، مش عايزه نجاح. بالمناسبه بس علشان الماتش اللي فات كان ماتش بوركينا، كان معايا الكابتن حلمي طولان. طبعا نجم كبير يعني، هو كان برضو يعني منفعل شويه تجاه المباراه وتجاه الكابتن حسام حسن، وانا بقيت ان انا بحاول ان انا ارد واشرح واحاول اوصل. كانت حلقه عظيمه يعني. فالكابتن محمد جوده مثلا دلوقتي عندك تحفظات بتنقلها يعني، اكيد احنا ما بنحجرش على راي حد، واللي عايز يقول اي راي هو راي فني، خصوصا لما بيجي من ناس متخصصه سواء تدريبيا او قعدت هنا أو اما الكابتن حسام اتعين سردت لك تاريخه مع منتخب الاردن حقيقي، وقلت لك عكس ما الناس بتقول حقيقي حقيقي. فهنا عندنا نموذجين مختلفين، في نموذج الكابتن حلمي طولان كان عنده خلاف قبل كده مع الكابتن حسام حسن، كابتن محمد جوده من اكتر من اشاد بالكابتن حسام حسن وقت هذه المسؤوليه بالظبط. فمش كل تصريح هيتقال من ضيف عندنا معناها انه في غرض او انه زعل، في رؤيه فنيه عادي جدا، وممكن نتفق ونختلف. اللي بس هنا بوجه فيها نصيحه للكابتن حسام حسن هي انه كتر رده على الناس للاسف بطبيعه بشريه هيخلق له عداوات، يعني هيخلي الواحد اللي طالع يحلل وهو طالع يحلل مركز في السلبي اكتر من الايجابي، ودي طبيعه بشريه. ففعلا لابد ان ينفذ فكره انه بيتجاهل التصريحات. أعتقد من 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 اكبر النقاط طبعا بخلاف الحاجات الفنيه، من اكبر النقاط اللي بتخلي النادي الاهلي يجيب مدير فني اجنبي هي النقطه دي، انه مش عايز المدرب يركز، مش عايزه يركز او يسمع طبعا فعلاً. بخلاف الحاجات الفنيه انا متاكد مليون في الميه، لان طبعا مدير فني قاعد في البيت، مش كل شويه هيتصل مثلا بالمترجم بتاعه او حاجه، اكيد غصب عنك مش هتبقى متابع الاحداث قوي وده قال ايه، بخلاف المؤتمر الصحفي. فانت حضرتك اديته بجد، وانا جاي مرتب كلامي على النقطه دي، وحضرتك دلوقتي قلتها له كنصيحه حتى من اخ يعني. فعلا لا، والكابتن حسام حسن عارف كويس انا بحبه، والكابتن ابراهيم برضو الكابتن ابراهيم، لان مفيش حد يعني العالم كله مش هيتفق على حد. فصدقني زي ما حضرتك قلت كده، في ناس بتكلمك بمنتهى الامانه، ومش حبا فيك بس، حبا في مصر اولا. ايوه حبا في مصر، لان احنا هنكون اسعد الناس لما توصل كاس عالم ان شاء الله، وتأدي باداء وتعدي ادوار ان شاء الله. لكني ارجع واقول انه مستحيل يحصل التاثير الايجابي في ماتش او اتنين اكيد، وبالتالي في مجال للتطور، والكلام فيه غرضه دايما ان احنا يلا بينا نتحرك، بنحط ايدينا على السلبيه عشان نشتغل عليه. هو خلي بالك من بعد الصفاره مدرب المنتخب ده شغال. أيوة شغال صح، شغال. سيبك من الناس، سيبك صح مني انا طالع اتكلم او طالع، سيبك مني خالص. طيب، كان في لقطه في الدقيقه 91 وقت نزول ناصر ماهر، كان جنبه مصطفى فتحي واحنا بنستعرضها على الشاشه. قبل ما ينزل ناصر ماهر بس مكان احمد امين اوفا، وما ينزلش مصطفى فتحي. فسرتها ازاي اللقطه دي؟ ما يعني برضه مش عايز ادخل برضه في يعني في نوايا، يمكن كان في تصريح لكابتن ابراهيم قال احنا اللي تراجعنا. ايوه قال تراجعنا، خلاص احنا يا كابتن مصدقينك ومفيش اي مشكله، بس كنت ممكن توضح سبب التراجع مش اكتر يعني. يعني ان انت برضه تجيب لعيب وتوقفه على الخط، ولعيب كبير زي مصطفى فتحي يعني، كنت لقينا محمد صلاح مثلا عايز يكمل، لقينا مفيش داعي ان احنا نعمل التغيير ده يعني. معرفش التفسير بتاعك ايه. هو تفسيره انه احنا كان عندنا وجهه نظر تكتيكيه، لكن بعديها واحنا على الخط مصطفى من غير اساسا اي نقاش يدور مع محمد صلاح، حسينا ان لا، وجود صلاح هيعمل ارباك لدفاعات الفريق بيخوف، فقررنا ارجع انت يا مصطفى. ده التصريح، ده التفسير. كانوا مستسلمين كده كده يعني، كانوا مستسلمين جدا. مين رجل المباراه؟ يعني اعتقد محمد صلاح يعني، من وجهه نظري محمد صلاح طبعا بهدفه ده. خلي بالك كان الموضوع هيختلف تماما، انت مش متخيل لو منتخب مصر اتغلب من فريق بالقدرات دي كانت هتبقى مشكله كبيره جدا. فاعتقد محمد صلاح رجل المباراه يعني، يمكن هدانا شويه ونتيجه بوركينا وسيراليون اعتقد هدتنا اكتر، ولكن مصمم على كلام الوصول لكاس العالم
بقى مجرد لعب ومباريات بعد زيادة عدد المنتخبات الأفريقية لتسعة. لابد أو يعني مش عايز أقول يعني لازم إن شاء الله أن منتخب مصر دايما يكون في كل نسخ كأس العالم اللي جاي إن شاء الله بإذن الله. طب ليه أنا مختلف معك تاني؟ اتفضل. طبعا لأنه لو بصينا على باقي المجموعات هنلاقي أنه مع أقربة والمصنف الأول في المجموعات مش هو المتصدر في كل المجموعات. يعني احنا متصدرين بفارق 4 نقاط اهو عن غينيا بيساو و5 عن بوركينا، فالحمد لله قريبين كويس. لكن السنغال مثلا معاه 8 نقط من 4 ماتشات، السودان وراه معاه 7 نقط من 3 ماتشات، لو كسب بكره السودان هيتفوق على السنغال. تمام. شايف الفارق ما بين الامكانيات، والسودان يسبق. تمام. والكونغو الديمقراطيه 7 زيه زي السودان بس معاه بس من 4 ماتشات. المجموعه اللي بعدنا بنين المتصدر. تمام. في مجموعة الخامس فيها هو نيجيريا مع 3 نقاط. تمام. وجنوب أفريقيا 4 نقاط. تمام. فاهم؟ المجموعة اللي بعدها اللي هي دي المتصدر الكاميرون 7، ليبيا 7 برضو. تمام. هو كمان أنجولا 5، وبالتالي شايف التقارب كلهم لاعبين 3. طب ليه حضرتك مش بتبص على المنتخبات الأقل؟ أنت حضرتك قلت دلوقتي نيجيريا فين؟ تحت خالص. طب مين الاول؟ الاول بنين. ليه؟ يعني ايه ليه؟ يعني بنين تبقى الاول ومصر ما تبقاش الاول؟ لا، ده بيبين لك ان في فرق كبيره بالنسبه لها التاهل مش سهل، فبيبين لك ان التصفيات ما ينفعش تحكم عليها من بره كده ان هي سهله. لا لا، هتبقى كارثه بعد زياده عدد المنتخبات الافريقيه. مش مختلف. مصر مش فيها. مش مختلف. خلي بالك، لكن ما هوش عليها سهله. انت ممكن تشتغل يعني يمكن مجموعتنا حلوه. عايز اقول عايز اقول ظروفها مناسبه جدا ان شاء الله. ان شاء الله النسخه دي اشتغل بقى النسخ اللي جايه. انت خلي بالك، اشتغل على دي الاول لان مفيش حاجه مضمونه. خلي بالك خلي بالك يا وزاني، انت المنتخب مسافر بطياره خاصه ولا لا؟ مسافر. الملاعب بقى ايه اخبارها؟ ملاعب بقت كويسه جدا، الاستشفاء بقى كويس جدا. ما عندناش عايز اقول لحضرتك حاجه، الاستقرار مش عايز اتكلم لحد يفتكر ان انا بحسب الاستقرار المادي للعيبه دي بقى احسن بكتير ولا لا. كل الظروف لصالح المنظومه. كل احنا كنا بنسافر استاذ هاني 12 ساعه ترانزيت ونترمي في المطار و8 ساعات و10 ساعات ناس. انا بتكلم اهلي زمالك منتخب كله. يعني ما دي ظروف على الجميع، لما بتتحسن بتتحسن على الجميع، ولما بتكون طب تتحسن في الاداء بقى. احنا عايزينها تتحسن في الاداء. تمام. انا قصدي كل الظروف المحيطه اتحسنت، مش عايز اقول ما عدا الاداء. ان شاء الله الاداء يبقى احسن واحسن، ونعمل حاجه نوصل الاول زي ما حضرتك بتقول طبعا. لان مفيش حاجه طبعا مفيش حاجه اكيده، وبعد كده ان شاء الله نحاول نتخطى ادوار حتى في كاس العالم ان شاء الله باذن الله. ايه اللي محتاجينه عشان يبقى شكلنا حلو ان شاء الله بعد ما نوصل كاس العالم في كاس العالم نفسه؟ يعني محتاجين اتحاد الكوره، يعني مش عايز اقول كلام يحسب عليا، يعني يخرج من الكومباوند بتاعه ده ويحس بالناس ويشتغل شويه. ايه اللي المفروض يعمله؟ حاجات كتير لما جدا يشتغل. اتكلمت مرارا وتكرارا. الكابتن حسام حسن نفسه اتكلمت مع حضرتك هنا وزهين. ايه مرجعيته في التدريب يا وزهين؟ ايه مرجعيته؟ بيرجع لمين؟ بيرجع لمين؟ ما تجيب للكابتن حسام، ما تجيب للجهاز الفني ده خبير كبير جدا يقعد معاهم. في خلي بالك شغل كتير جدا. انا متاكد كابتن حسام ايه بيفتح اليوتيوب، يجيب حد يراجع مع المدير الفني. هو ما فيش حد كبير على التعليم، يجيب واحد حد من المانيا يجيب يصفرهم. يبقى ايه منصبه ده؟ يصفر الجهاز الفني ده. فاهم قصدي؟ معايشات بالظبط. الموضوع سهل. للتعلم يعني. طبعا للتعلم. والكابتن حسام نفسه مش هتقول له مثلا روح المانيا اقعد مثلا مع روح انجلترا اعمل معايشه مع جوارديولا ولا حاجه، هيقول لا. مفهوم. لا طبعا، الموضوع في ايد اتحاد الكوره. متفق. مفهوم. الموضوع مفهوم. في ايدي حاجات دي فكره من ضمن الافكار. هاتها على مستوى بقى الناشئين. خلي ناس صاعده. ودي كابتن وائل رياض. ودي مين اللي ماسك المنتخبات اللي تحت؟ في كابتن اسامه نبيل، احمد الكاس. انت ليه الناس دي قاعده ليه في مصر دلوقتي؟ قول لي ليه. بلاش تودي اللي بره الاتحاد. تمام. وخلي بالك الحاجات دي كلها مجانا بتوأمه مع اي اتحاد. مفهوم. بالظبط. طيب تيجي نروح للدوري شويه؟ يلا. التوقف خلص خلاص. انا نسيت الدوري. انا عارف انا كمان، بس خلاص يوم الجمعه اللي جايه راجع الماتشات. فتعال اول نبدا بجدول الدوري المصري الممتاز المتصدر حتى المتذيل. شكل المسابقه زي ما قدامكم على الشاشه. بيراميدز هو المتصدر ب 22 مباراه، كسب 16، لم يخسر الا مره واحده، بيمتلك 53 نقطه. المصري من 24 مباراه جمع 39 نقطه،
الفرق بص الفرق فرق كبير في النقاط في النقاط حتى المصري لاعب اكتر مظبوط. زد اف سي من 23 مباراه مع 37 نقطه 36 نقطه ام بي الاتحاد السكندري 36 نقطه سموحه من 23 مباراه 35 نقطه المركز السابع سيراميكا كليوباترا من 23 مباراه مع 34 نقطه بفارق نقطه عن الاهلي اللي لعب 15 مباراه طلائع الجيش لعب 23 مباراه مع 33 نقطه مودرن فيوتشر 32 نقطه الجونه 30 نقطه الزمالك معاه 28 نقطه من 17 مباراه اللي جاي كله بقى كله هيضرب الماتشات ورا بعض مؤجلاتها بتوقيتاتها الطبيعيه الاسماعيلي من 25 مباراه هو والبنك الاهلي الفريقين الوحيدين اللي لعبوا كل المباريات حتى الان 27 نقطه الاسماعيلي 23 نقطه البنك الاهلي 22 نقطه بلديه المحله عنده ماتش مؤجل مع الاهلي فاركو 23 مباراه عنده اهلي وزمالك معاه 21 نقطه المقاولون العرب 16 نقطه من 23 مباراه والداخليه 15 نقطة من 24 مباراة. بشكل الجدول الحالي وقبل تقريبا 10 جولات إلى جانب المؤجلات تمام شايف مين اللي ممكن الأقرب لللقب ومين الأقرب للهبوط؟ يعني طبعا بيراميدز أنا شايفه فارق يعني يمكن ما تابعتش الجدول بقالي شوية كده بس حاسس إن هو في يعني ماشي كويس جدا خسارة مباراة واحدة تقريبا وست تعادلات على ما أتذكر ده بيراميدز نستعرض مرة تانية مظبوط خسارة واحدة بس وست تعادلات عكس الأهلي ثلاث تعادلات وخسارتين مظبوط فأعتقد هتبقى المنافسة بينهم يعني اللي بعديهم بعيد يعني خمس تعادلات خسارة 16 فوز بالظبط والاهلي انا عارف ثلاث تعادلات وخسارتين مظبوط والزمالك تقريبا خساره الاهلي كانت قدام البنك الاهلي والزمالك الزمالك اهو خمس خسائر واربع تعادلات بعيد شويه برضه بعيد شويه بالنسبه كمان لبيراميدز بلاش اقول لي بالنسبه للاهلي يعني يعني بيراميدز خساره وحيده فدي برضه بتحطه في حته كويسه جدا هنشوف يعني هنشوف وطبعا خلي بالك بيراميدز في موقف كويس جدا ما عندوش نفس الضغط برافو عليك صح يعني انا دلوقتي كاهلي مضغوط جدا كزمالك مضغوط جدا لان خلاص ما بقتش انا عايز اوصل ده انا عايز اقرب من المركز الاول دلوقتي أيوة. اللي هو عنده خساره وحيده وخمس تعادلات وانت دلوقتي حتى الان خسارتين وثلاث تعادلات يعني قصدي فقد النقاط قريب جدا مظبوط هناك فقد يعني لو حضرتك حسبتها هناك فقد كام والاهلي خمس تعادلات يعني فقد 10 نقاط وخساره 3 نقاط 13 نقطه بس والاهلي 3 و2 ثلاث تعادلات يعني 6 نقاط وخسارتين ادي 6 يبقى 12 نقطه مظبوط فاعتقد بس طبعا الاهلي لعب ماتشات اقل فبالنسبه ان الاهلي فقد اكتر النسبة فقط أكتر وأنت مضغوط إن لازم يعني لازم تكسب كل مبارياتك فأعتقد بالضغط على الأهلي برضو السنة دي فهنشوف خلينا نشوف يعني وبالنسبة للهبوط طبعا داخلية أعتقد بعيد جدا الأقرب للهبوط الأقرب للهبوط شفت حتى في الخمس ست فرق ما بقاش خلاص الفرق الجماهيرية بس لأن إحنا طول عمرنا نقول فرق الجماهيرية بتعاني طب البنك الأهلي بيعاني نستعرض الجزء الأخير أهوت من الجدول طب البنك الأهلي بيعاني ليه يا أستاذ هاني؟ مش عارف البنك الاهلي ليه دايما بيعاني فاركو ليه بيعاني لا انا قصدي كل كلامنا او كلام المحللين اصل ده نادي جماهيري ما فيهوش امكانيات ماديه صح ليه هنا اهو شايف البنك لا بالعكس الانديه اللي معاها فلوس اكتر من الانديه الجماهيريه دي تسال اكتر ما انا قصدي كده ده اللي انا بتكلم فيه بالظبط حضرتك جبت النقطه اللي انا قصدي عليها مش احنا طول انت عندك استقرار اداري واستقرار مالي ومفيش ضغط جماهيري ولاعبين بيتقاضون من اعلى الاجور في الدوري ورغم كده بالظبط مفيش ضغط جماهيري مفيش ضغط جماهيري دي خلي بالك نقطة مهمة جدا دلوقتي هو الضغط الجماهيري مهم عشان النتائج تبقى حلوة ولا مهم انه ما يبقاش موجود عشان النتائج تبقى حلوة؟ لا مهم مع وجود الامكانيات ووجود العمل المؤسسي والنظام خلي بالك لان انت دلوقتي انت الجمهور هتهاجمني وما تعرفش انا باخد فلوس ولا ما باخدش فلوس ما تعرفش رئيس النادي بيقول للمدرب لاعب ده وما تلعبش ده انا بتكلم الضغط الجماهيري مهم جدا وهيساعدك مع اخذ كل حقوقك ووجود عمل مؤسسي تمام فمين اللي المقاولين والداخليه الداخليه طبعا الصراع برضو فاركو قريب جدا برضو فاركو قريب بنك اهلي سطر ويسيب سطر بالظبط والبلديه نفس القصه والصراع قائم البلديه مش عايزينها تسلم المحله يعني محشنا البلديه والمحله والاسماعيلي في موسم واحد نتمنى له التوفيق طبعا برضو ان شاء الله طيب تعالوا نستعرض الماتشات هترجع امتى من يوم الخميس بالمناسبه مش من الجمعه والمباريات المقبله كالتالي
افكركم طبعا ان الشهر ده عندنا اليورو، هسألك عن اليورو حالا. بيراميدز وسموحة مؤجل من الجولة 11، مودرن فيوتشر والجونة مؤجل من الجولة 11، ده يوم الخميس. في يوم الخميس بقى الجمعة بقى برضو من الجولة 11 سيراميك كليوباترا مع الزمالك، فاركو مع الأهلي. ثم يوم الأحد تنطلق الجولة 26، المقاولون العرب مع طلائع الجيش. الاثنين الجونة مع البنك الأهلي، الإسماعيلي مع إمبي، الزمالك مع المصري. ثلاث سموحة مع الداخلية، الاتحاد مع الأهلي، زد مع فاركو. هيبقى في جري شوية في الجري رهيب، جري كل يوم في ماتشات. دي عايزة شغل كبير جدا من المدير الفني ومن الجهاز الطبي، وحضرتك عارف طبعا ضغط المباريات ده ممكن يخلق إصابات، إجهاد عضلي، إجهاد عصبي، فبتحتاج شغل كبير جدا، ولكن ده قدرنا وقدر مصر يعني. اليورو بقى تتوقع مين اللي ياخدها في ألمانيا السنة دي؟ يعني يوم الجمعة اللي جاية تبدأ. منتخبات برضو منتخبات افتقدت النجم الواحد يا حسين. لو حضرتك تفتكر يعني على مدار التاريخ كل منتخب كان فيه النجم الاوحد. دلوقتي ابتدى الموضوع ده يقل جدا. يعني حتى احنا ممكن نتفرج على منتخب كامل ما فيهوش النجم. فاعتقد المنتخب اللي هيتميز بالجماعيه الشديده كمان، لان اصبح اللاعب المهاري او ميسي او كريستيانو دول خلاص يعني شبه بينتهوا. هيطلع اكيد هيطلع واحد اثنين ثلاثه، ولكن المنتخبات الجماعيه ومنها طبعا المنتخب الالماني برضو عنده حظوظ كبيره جدا، لان كمان البطوله على ملعبه. فاعتقد المنتخب الالماني عنده هيبدا هيقص شريط الافتتاح يوم الجمعه بمواجهه اسكتلندا في المانيا، دي مباراه الافتتاح للبطوله. ان شاء الله نشوف مستوى مميز يعني من جميع الفرق باذن الله. إن شاء الله. المانيا بقائمه مدججه بالنجوم، سواء على مستوى الهجوم توماس مولر، كاي هافرتس، فولكروج لاعب دورتموند، على مستوى خط الوسط بقى الهجومي لرواس ساني وجمال موسيالا وتوني كروس اللي بيلعب اخر بطوله ليه. ايه رايك في توني كروس؟ خلاص عمل كل حاجه برضه في الكوره، خلي بالك توني كروس يعني يمكن دموعه شفناها في لقاء النهائي يعني، خلاص هو ودع ريال مدريد وبيتهيألي دي اخر برضه بطوله ليه يعني. هو قال خلاص بيختم مشواره بعد اليورو بالظبط. لكن النهارده انشيلوتي قال لو توني كروس كلمني هو عارف ان تليفون واحد منه معناها يرجع يلعب مره تانية، بما انه هو قراره الماني يعني، الماني يعني يقصد انه بياخد القرار وشكرا. هو ده كان قرار من توني كروس. توني كروس قرر الاعتزال. قال حابب اعتزل في القمة. تعالوا مع بعض نشوف مجموعات اليورو وتوقعات الكابتن محمد جودة قبل الختام، يلا بينا. يوم الجمعة تنطلق اليورو، المجموعة الأولى ألمانيا اسكتلندا المجر السويد، زي ما أنتم فاكرين طبعا بيصعد أول وتاني وأفضل توالت. مين هيصعد المجموعة الأولى؟ أعتقد ألمانيا واسكتلندا برضو ممكن يعني، منتخب بيمتاز بالقوة خلي بالك. المجموعة الثانية اسبانيا كرواتيا وايطاليا والبانيا، قوية دي ممكن اسبانيا وايطاليا، مع ان كرواتيا برضو من المنتخبات القوية جدا يعني، هيخبطوا في بعض وممكن يطلع لنا الثلاثة منها في الاخر عادي. سلوفينيا دنمارك صربيا انجلترا، انجلترا والدنمارك ممكن يعني. مرشحة انجلترا بسبب قوة قائمتها هذه طبعاً. المرة لكن الناس بتنتقد جاريث ساوث جيت. هو المنتخب الانجليزي دايما يعني ما بيحصلش على بطولات، مش عارف ليه، مع انه عنده اقوى دوري في العالم وعنده احتكاك قوي جدا على صعيد المنتخبات، مش عارف عنده مشكله يعني. جريليتش، ماجواير، راشفورد من ابرز الاسماء اللي استبعدها جاريث ساوث جيت من منتخب انجلترا. مجموعه رابعه هولندا وفرنسا وبولندا والنمسا. هولندا وفرنسا ممكن. هولندا وفرنسا. المجموعه الخامسه بلجيكا سلوفاكيا رومانيا اوكرانيا، حاجة في اللذيذ قوي دي. بلجيكا طبعا، مش عارف، ممكن اوكرانيا بقى. ممكن اوكرانيا. المجموعة السادسة تركيا، جورجيا، البرتغال والتشيك. ممكن البرتغال والتشيك، مش عارف تتفق بقى ولا ايه. البرتغال والتشيك. تركيا ممكن تنافس كده على بطاقة ثالثة في المجموعة دي. مين بطل اليورو بقى؟ اعتقد المانيا يعني. انا بقول فرنسا. فرنسا برضو منتخب جامد جدا. في كل الخطوط. دي حقيقة. مرعب. كابتن جودة دايما بكون مبسوط جدا بوجودك معايا، وببقى سعيد جدا بتلبيتك لدعوتك. والله بشكرك جدا يا هاني، بشكرك، نورتنا وشرفتنا. شكرا، متشكر جدا. منتخبنا الوطني يتعادل ايجابيا مع غينيا بيساو ويواصل صدارة المجموعة بعشر نقاط قبل التوقف الدولي اللي في مارس، هنكمل بيه جولتين اخريين من التصفيات. اما نحن فنشكركم جدا كالعادة على وجودكم معنا غدا بإذن الله، لقاء جديد
في تمام 11 مساء. حتى نلتقي، تحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت، إلى اللقاء.